نطردك بنادم وجيني يا خويا انا ما تجيني. لعبنا ثلاث الجمعه لعب تيتولير ناري ما لعبتيش مشى فراس هما تيعصيوك تيقول لك ما كتلعبو هكا في الراجل راه ما عمرك كتلعبو هكا نضربك بسطابه ما نضربك شي دراهم حتى كندم صاحبي اقسم بالله شحال هذيك تاكل الخبز واتي والمرقه وتقول تريني دابا خاص تاخذ ميروندينا ودانا هنا فين اوسكار سماك رامو بصح شكون سماك راه والله ما عاد القطع رامو دابا جاي بغيت نزالي كدير لي باك هذيك الساعه تخرج لي السلك من هنا شبكات حتى حنا شبكناها مع والله يزال قنبول بالله فلوس لي شوف مول قنبول سي ودادي ولا رجاوي ودادي ودادي دابا هو فهمتيني وبيدي بحال بو نرجع لك معك اخويا شنو بيني وبينك صافي نزدفو وانا انا ودادي راه كثر مني انا بعدا هلكتني لابليس راه باش نكون معك واضح انا كنت نلعب براوت الترابي دخل المستشفى الامراض العقليه شفتي ادي خو المسلم محشومه راه درنا اغلاط حنا درنا اغلاط ان جوغ دو فوتبول شوف خصو يكون لونتوراج ديالو محدود كلي كتبقى حط صعيبه بيان سور صعيبه عرفتي الصحه ضروري اغلى ما كاين في الحياه بدا هي الصحه غير باش نكون معك كلير سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرون يا سلام طريق نفتي يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام مرحبا بكم مشاهدين قناه كره في 90 في الحلقه 39 من بودكاست في 90 مع سعيد فتاح طريق نفتي والضيف حلقه اليوم نبيل بشقرون معكم دابا سي سعيد اخيرا دخل البرد عند سعيد ديما البرد شبالك تلج قبيه في قبي جف ضروري هذيك سروال الامام دانا قربنا من الاوتفيت ديالك اخويا سعيد ويا شي ديال قبيه شحال شي 20 درهم نفوت انا من 50 لتحت سي زايد مرحبا بك خويا نبيل شكرا خويا طريق الضيف ديالنا نقولوا دابا ولا تتقدموا لا تتقدموا الناس وشكرا للعشرين مش عشرين سعيد دروس خويا بقيتي حاطيني في ذاك التريكو سعيد راه الحلاقه بتنفخوا لي خاصك تلوها خاصك ديروا جفاف هذاك والله العظيم ما شوش لا صعيب والله حتى صعيب هذيك راه هذيك غتكون في سيبيريا ودي طريق اول مره طريق بتشويكه زالت تشويكه في 2007 ولكن هو مازال دولي يا زاه اخويا انا مره كنرجع للتيكتونيك ولا دولي تحيه لدولي تحيه لخويا دولي رضا دولي يا زاه رضا الله دولي يا زاه رضا الله دولي يا زاه حتى طراسي ديك اللحيه طالبان خويا سعيد تحيه لك تحيه لنبيل تحيه للكاني كورسو وتحيه للعشران ديال الكره في 90 والضيف ديال حلقة اليوم راموس كرة القدم الوطنية طلع معاه يضربك تنزل معاه يضربك والسيران يضربك طالع في ذاك الدريجات يضربك هيا إلى كنتي إلى سال الماتش كيضربك زعما ديما مضروب راموس كرة القدم المغرب يوسف الترابي اخويا يوسف راه كبير هذا اخويا يوسف مرحبا كبير اخويا وخبر علينا السي يوسف الوقت 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 ضروري اخويا هو فرشتينا بعد طروكار احنا بنا محشرين بالميه حشرنا اخويا هو تبارك الله الله يحفظك يا الدراري وشكرا والله الا نهار كبير هذا شفناكم والله الا زعما فريمون لكم وحشه كبيره زعما زعما شفناكم سعيد وسعيد وصراحه صافي لونطو ما تلاقيتش مع سعيد وشكون والله الا زعما كبير هذا اخويا يوسف والله ونجمعوا اليوم نهار كبير بهذا ومرحبا بك وشوحشناك الله يحفظك اخويا سعيد الحمد لله فين جيتي عندنا الله يحفظك ليا قالوا لي ديما كنتو كتلاقاو في الشباب في مارتين في مارتين انا كشفناك ما قلتوش لا 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 عاقلين لا ويل ديما سعيد ديما الرزينة لا لا عاقلين كثر اخويا والله جنار كبير الله يحفظك لي يا خي نبيل الله يحفظك دابا اخويا سعيد اه حبيبي الناس اللي بغاو يلبسوا دوك التريكوات كيشوفوا بحال التريكوات هذا فهمتي ماشي داير لي مي برا هنا ما عرفنا ما يفوش الشفاحه فهمتيني ورا هذا لبس الديري ذاك النهار وينه هو اش الفرق بين التريكو ديالي وديال يوسف علاش ما حسبتو منه لا لا هذا التريكو شوفي فين لاحق لا يوسف يعني هنا قريب راجل وجهي كيبغي يدوي كيبغي يدوي كيبغي يدوي
هاشي مع البسو البخ الحلاق اللعبه ديال الله تصايب نار كبيرة دا خويا يوسف واحد من خلوا المصريين غنستعمل من اجمد المدافعين اللي دازوا في السنوات الاخيره في المغرب زعما الصراحه ديك لا غرينتا وديك وداك سلايخ كانوا جوج في افريقيا وابراهيم سعيد اخويا طارق ما نسخش قدامنا اخويا يوسف ولا شي حاجه انا لعبت ضده بزاف ديال المرات يعني من اللعابه لا بصراحه من اللعابه اللي تحطوا على الجرح حتى هو يبرا فهمتيني من اللعابه اللي اغريسيف تي ضارب ما تيبغيش يخسر اي توني تيكون هاز وتيبغي يضارب عليه اش لعب في قنيطه لعب في طوان في ليفار في الوداد الحمد لله فين ما مشى تلقى هذيك الروح ديال القتاليه ديالو وتشي تيهضر على راسو راه بلا ما نهضروا عليه لعبتي بزاف ديال الفرق في المغرب واش كنت مخاطر مع شي واحد كنت والله تلعب في المغرب كامل مخاطر انا من انا تطول شويه الفرق عندي علاش قبل ما غير نبدا معك طريق في القصه وكيد علاش الكار شوف هي جات هكاك فهمتي صح هكاك ماشي تجيب وحداتي تجيو فراقي تمشي تنسيني معاهم وصافي تلعب معاهم زعما ماشي زعما كانت شي حاجه غير هي تيجيو لي زوفر صافي من المغرب صافي هاد الفرقه بغات كانت الفرقه بغات تمشي تلعب معاها بصح انا من النوع اللي باش نطول شويه في فراقي عام عامين صافي طولت طول في الوداد بوحده شويه الوداد اللي كان فيها الوداد الوداد عاوتاني راه لعب في واحد الجينيراسيون اللي شكون دوليا زال حمزه حجيب ورزوق راه سكوما وفهاديك اللعبه فين طلع باقي نعقل عليه فين طلع ليكيب بروميير مال الوداد راه كانوا اللعبه ديال بصح واللي كان معاهم اللي كان معاه في الشومبره كان ولد الدرب انا بقيت عاقل عليه نبيل ايدي الدار واحد الدري كان كيعاود لي شحال هذه كان كيعاود لي على الترابي فاش يلاه جابوه للسونطار ويلاه قال لي راه ديما معانا وبلي الترابي كاع معقل بلي طلع عليك شوف وراه الدراري هادو راه كانوا قدام فهمتي شي واحد كيطلق عليهم تما لا وانا حضرت ليها صاحبي نبيل ايدي الدار تبارك الله كان مع الزاكي وكان وقع واحد المشكل لا كان وقع ليه مشكل مع باتو وكان صافي قرر يمشي وصافي مشى ومن بعد وحبس ما قرر يحبس كور واخا سيدي مشى يقرا مشى يقرا بابا خويا يوسف نهار كبير هذا غندوزو معاك اليوم في القصه ديالك كيفاش بديتي واهم المحطات اللي كانت في الباركور ديالك طريق بدلينا خويا جبنا لي هذيك الخافيه نافخ لي ورقه نافخ لي الشعر الفضيه سيدي يوسف الترابي هو من المواليد 1983 زاد في بنقرير بنقرير لا في العيون في العيون هما عطاونا بنقرير وما عطيك معلومات ولكن في العيون ولكن انا ولكن انت كبرتي في بنقرير ولكن الزياده ديالي في العيون ولكن المدينه ديالي فاش كبرت وفاش طلعت هي بنقرير في بنقرير في العيون هذه معلومه هذه معلومه جديده دونك فين كبرتي فيه هي تتكون هي اللي كتكون يعني زياده في سميتو ولكن فين كبرتي بنقرير يعني وسيدي تزاد في العيون وكبر في بنقرير حنا بغينا نسولوك لا حنا بغينا نسولوك على البدايه ديالك كيفاش كانت الطفوله ديال يوسف التراب بس زعما الطفوله دوزنا زعما بحال جميع الدراري يعني كاين الدرب يعني تقصر في الدرب تلعب ماتشات تلعب ثلاثه الماتشات اربعه الماتشات في النهار والله العالي تلعب سبع ثلاثه الماتشات اربعه صراحه يعني الطفوله يعني مزيانه يعني كانت هي اللي زعما تطلعك شويه زعما حار الواقع ما عندك شي ديال الدرب سعيد راه يقول زعما كنا دزنا مشيت تلعب ماتشات ولا الدرب هذه لعب على درهم مشيت نلعب الدرب ماشي نربح شي درهم صح والله تخسر ربح بالله درهم خصني نتابع وما بالك ما طلعتيش 15 درهم تقول لي راه خصني ماشي قشقش خصني نطردك بنادم يا خويا انا ما نجيش اخويا واحد كان يكسب على درهم وكتوصل 15 درهم داكشي اش اللي طلعنا درهم اخويا سي نورمال اخويا ملي ما علقتيش لينا شي واحد داك التيرا لا اخويا شوف دابا راه كاينه 200 مليون وما تيديروا والو ما نكذبوا على راسنا صراحه زعما قبل ما نكملوا القصه واش هاد حيت بغيروا الكرانات اللعيبه اللي كدوي عليهم ديال كنا كنلعبوا على 10 ريال على درهم دابا راه قلالو لا دابا ما كاينش ولا ما بقاوش دابا ولا باش تلعب ساعة ديال المكان انت خصك كل لعاب فيكم خصو يخلص 40 ولا 50 درهم الساعة كما قلت يا اخا نبيل اسمح لي قاطعتك هو كانوا التيرانات موجودين شنو هما التيرانات ماشي بحال دابا اللي كاين فول صار ما كاينش هذاك الشيء كاين الزنقه
كان اتساع تحط جوج حجرات هنا وجوج حجرات هنا ولاعب لاعب في الديور ديال كتخلق انت تيري تتخلق في الديور ديال دار مي الطاهره مع دار هذه ولاعب ماتش كان اتساع دابا ما بقاش التيرانات قلال ولاعب حمري لاعب حمري ولاعب ميكازا خاصك دابا الا بغيتي تلعب في التيران خاصك تخلص واحد 500 درهم باش تلعب ما سهلاش سي نورمال ان ديك الحروريه تنقص شويه سي نورمال ود اللعابه ديال لا سعيد لا تكتم اللعابه الصفاره فهمتي هادشي قلال شوفي اللعابه القدام شوفي اللعابه القدام لعبوا في الاجواء كاع الجينيراسيون دابا قلال ودابا كاين شي لعابه ما يقدرش يلعب انتما كنتو كتلعبوا على 10 ريال اللي قدام اش كانوا كيلعبوا له 4 ريال 4 ريال نبيل هادو كبرنا حنا شفنا شنو كيلعبوا خوتنا والله الا شفنا خوتنا تلعبوا حتى هما على كما قلتي 4 ريال كانت عندهم مخيله سنتيم البلدي كريال غادي ديك الريال عرفتي الريال صغير داك الريال اللي غبر داك الريال فيه بحال بحال القوس لا ياك وفي شي شريحه لو غاتجي على داك الريال انا ما داك الريال شوف صغرك يوسف كنت بحالك قبيح و من صغر ياك ما كان انا بدا ماشي عجبنيش خسر من صغري كدري ما صاحبي والله يا والله لا بيدي الله خربوه والله لا دا بدا ديك الحومه ولا شي درهم والله لا دا ولكن بلاتي لا دا إذا ربحوكم غنتوقع لا غنعاود مع ماتش لا لا ضروري نعيط ليهم كانت فينا هنا كانت فينا نادي اخويا يوسف ربحونا فلوس ندوي لهم بالون لا صافي ضروري لا ضروري تخرج شي حاجه ضروري تخرج شي حاجه هي غتخرج شي حاجه ولكن ضروري تعاود معاه ما تترش لي الو الروتور مثلا انا طارق ما بغيتش ربحته بغيتش نعاود معاه فاش لا غتعاود معايا لا غتعاود نقنعك خصني نمشي عندك ونضربكم ونريح معاك ونطلبك ونقول لك لا نعاودوا ماتش فهمتي انا راك تخيلوا كيدير والله حتى غتعاود فهمتي راه يلعبوا ماشي ملي هو ديك 4 ريال اش كاش تشري بها شكلاطه اش كاش هذاك الشكلاط ديال الريال اللي هضرنا عليه المربع الصغير وديك الشكلاط اللي كان فيه فكر كان كيدير واحد الحبوب زوين اللي كنت اللي كنت كدير والله ما كنتي طالينا والو هذيك الوقت اللي كديروه في محرز السخون واه طرا بزاف هذا المحرز السخون درتها في ليبيا ويلي ويلي انا قلت لك راه عندهم كل شيء ودابا سعيد الشيء هنا ودابا ولاد الحيوم الشعبيه عيطوا لي الناس قالوا لي راه لقينا هذيك الملفه ديال الزرع كاين بصح هادشي اللي قالوا لي دابا هو انا هادشي ديال الملفه ديال القطن دابا دابا بيني وبينك هادشي ديال المحراش دير فيه الشكلاط ديال 4 ريال سخون كيدوب داك المحراش كدهن شي ما مجربوش هو في المعارف واش فهمتي حنا عندنا محراشه في المعارف 7 دراهم دار محراشه ب 10 دريال كتاخذ ب 10 دريال الشكلاط انت واكل بدرهم ولكن راه باينه زعما عادي انت راه وصلت للمعارف حتى 15 عام هذيك الوقت عاوتاني 10 دريال ولا درهم ما كنشري لك بزاف راه ماشي صح والله راه واخا يوسف اخويا تما بديتي كره في الزنقه ولا دخلتي شي فريق تما في الكريق ولا تجي لا كنت في واحد الفرقه في الهوات كنت بديت فيها واحد الفرقه تما سبت البريكيين كعارف تعرف مدينه صغيره ماشي بحال كازا بحال بحال مدن اخرى انت تكون عندك اوبورتونيتي في تمشي شي فرقه ملي تكون في اكزومبل مثلا في مدينه صغيره صعيبه عليك فهمتيني صعيبه انك شكون غيجي يشوفك شكون غيجي وكشوف راه فريمون راه راه كاين لعابه في مدن صغار تيكونوا مزيان ولكن ما كاينش اللي غيشوفوا واش فهمت تيكون مدينه صغيره هذه ما صعيب ما صعيبه صاحبي فهمتيني بحال بحال دابا داك الاولاد الظروف عرفتي كتشوف 70 عام وكيضرب داك الظروف تحيه للاولاد الظروف تحيه ليهم وكاينين فهمتيني ولكن دخلت مع واحد الفرقه تما لعبت معاهم واحد بقيتك واحد العام صافي ابخي كان جا ديك القدم الذهبي صافي غنمشي معاك في القدم الذهبي غير غيمشي معاك طارق القدم الذهبي كتمشي معاه في القدم الذهبي غير هو من صغرك انت ديفونسور حيت الاغلبيه اللي دازوا معنا هنا ما عرفتش كيطلقوا علينا ما عرفتش اخويا يوسف انا نقول لك لا لوا فهمت اللي كيقول لك انا راك افاسونت راه اللي كيقول لك تشارج ماتيريال فهمتي كل واحد واش يقول انت قول لينا انت صراحه انا من صغرك ديفونسور يعني من صراحه من صغرك كنت يعجبني انني نكون ديفونسور تنتمتع في الديفونس فهمتيني كان من صغري كانت تعجبني فهمتيني انني نلعب قرار من صغري يعني صافي خديت واحد البوست مشيت فيه خدمت فيه فهمتيني يعني من صغر كان عندي الميول ديال الديفونس مزيان مشيو مع طارق لا كنت بنقول لي انت من صغر وانت عزلك الديفونس بحال عكس سعيد سعيد بدا قول بدا قول باش تلاح الحساس تلاح السلطان
المعلومه انا راه باش دابا وجبت سعيد كنت باغي ندوي على سعيد دابا سعيد راه كركو كان يمني ولا قلت والله انت غريدي والله شكي شي واحد كيربط رجل مع الطبله والله الا الله الله تحيه للسحم لا واحد الحاجه بزاف ديال الناس انتقدوا هاد اللعيبه هما اللي كانوا يكذبوني يخرجوا انا نعطيك واحد المثال اسمع لي يا طارق نعطيك واحد المثال دابا حنا كنضحكوا راه نضال بنهضر كوشي ولا يمني كوشي معروف كوشي هذا راه يمني في الاصل ديالو راه يمني راه لونترينو ديالو اللي خدم لي على الكوشي واش هو بصح بصح ربطها مع باطو لا كان كيربط عليه مع السداري تا هو انا من فوتاي راه سعيد لما كيجوج الانسان جوج الانسان هو سيدي سيوس دابا بعد يعني التجربه ديالك في هذيك الفرقه في بنكرير واش نتوما اللي انتقلتوا من بنكرير جيتوا لكازا ولا غير المسابقه ديال القدم الذهبي اللي على ما اظن كنتي دخلتي لها في 16 عام يعني كيفاش جا التقديم ديالك للقدم الذهبي واش كان الانتقال ديال العائله كامله لكازا اباش دخلتي للمسابقه ولا جيتي على قبل المسابقه لكازا لا انت شوف المسابقه كانت دارت في مراكش كانت كدور انا قريب من مراكش المسافه مشيت تما جاتني اوكازيون انني نمشي خصني باش نقلب على راسي باش جاتني اوكازيون صافي فرحتي شفتي ديك بيان سور عقل هذاك النافي شهر لازم ما تشد دراري لا دازو نايف توحي اسن جواد كانوا معايا عقل هذاك فاش شفتي الاشهار قلتي بيان سور صاحبي وانت تشوف راسك في مدينه صغيره وهذه يعني خصك تجيك واحد لوبورتونيتي صافي خصك تشد فيها فهمتيني صافي مشيت دوزت تكلت على الله سبحانه وتعالى مشيت دوزت معاهم من بعد كان جيت لكازا انا كنحشومه في كازا دابا بلاش ما تشفتيش من الاولى حتى لا كاين اقصائيات ترى خصك تدوز داكشي كاتيجوري تلعب ماتش الاول ماتش الاول وعاد تعزلو منه تلعب الماتش الثاني وتلعب الماتش الثالث وانت تلعب الماتش الرابع عاد تترسم باش استاجات استاجات وخص تكون في هذا الماتش مزيان فهمتيني اللي كان كيشوفكم كان بودربال تيمومي لا تيمومي تيمومي وقيله كان في الاولى في الاولى انت عزيز انا عزيز بودربال تحيه عزيز بودربال سي باسير باسير تاهو كان يا صراحه الدين باسير صراحه يعني كانت فرصه ليا مزيانه ان نكتشف تمشي لعابه مدرب ماشي لعب كره مدربات تبارك الله لعب كره ماشي اللي بغيت نقول احسن حاجه في هذيك الوقيته جا واحد جوج الناس اللي معروفين بحال باصير ومدرب ما دوزاش عليهم لا ما كاين لا ما صافي لا عندهم ماشي انا شي كل لعب كره شوفه راه يشوفك يقول لك واش شكون هذيك الشوف الاولى في التراب بودربال هو اللي كنت لعبت واحد الفينال وصافي كان جاني قال لك تلتحق معنا الكازا وهذيك قلت له صافي ماشي انا خاص عارف علاش عز لك بودربال ما هو اتاكو قاعد ديفونسور اقلبهم من تجي نتاع الصاير قال لي انا سيدي الرجل رقليني يا ربي كنت لاعب بجديه ديك الفينال بيان سور بيان سور بقيت انا مفتوحي انا مفتوحي في الفينال مفتوحي يعني وفاز به الزميل ديالي مفتوحي تحيه لدريس كان فيها فلوس كان فيها فلوس شحال كنت داري فيها؟ 10 والله ما انا باغي نلعب ديك الساعه والله مبسوط لا فلوس لا والو باغي نلعب حتى شوف باغي نلعب وصافي جاتني ديك لوبورتونيتي ديال نجي ساليت مع القدم الذهبي صافي جيت التحقت بالوداد البيضاء كيف تم التحاقك بفريق الوداد الرياضي؟ اللغة العربية صافي من بعد جيت التحقت بالوداد يعني الى عام 2007 تقريبا ولا جو بونس وقيلا 2006 2007 كنت جيت للوداد صافي جيت للوداد جونيور صافي من بعد جيت جونيور شكون جابك للوداد؟ عزيز بودربال جابك للوداد صافي قال لك هذا صافي من بعد جيت دخلت الجونيور تلقات يعني ستاج اخر عاوتاني ويلي ويلي ولاد كازا عاوتاني ولا بنادم فايتك بصح لا بنادم فايتك بيان سور اصاحبي باش نكونوا بنادم تلقى وصافي خصك تجي الدار بلاصتك عاوتاني جبد ما عندك صافي بقيت انا جبد ما عندي تا شكون كان مشرف عليكم تما في السونتر في جونيور في الوداد ديك الساعه كان جيالي فاضل جيالي فاضل جيالي فاضل ديفونسور شوف يعني ديفونسور والله ما كنتش كنطاط والله ما تلعب معاه ما تلعبش صراحه هو اصلا هو دوز كره ديفونسور كان معنا في ادجوان ديال دوكاستيل كان معكم ادجوان تحيه لسي فاضل
ديفونسور زعما ماشي وصافي. جات تشوف هذاك الجيه اللي فاضي تا هو كسار فاضي غيعاقبني صافي. من بعد استرات الامور كيفاش تم التصعيد ديالك للفرق الاول؟ كان جا اوسكار فيلوني. اوسكار عارف اوسكار فيلوني يلاه كان جا ديك الساعه اوسكار تيموت على الدراري الصغار باش تيموت على سعيد راه يكون عزيز اللي تحب لعب معاه لعب معاه جا الماتش الاول لعب كونتر مفتاح غير جا من خسر الماتش الاول جا موراه قال لهم ماتش مع لي جون مع الجونيور هذوك الدراري اللي ما تيلعبوش يجيكم تمشي للبونتشوشي مثلا خصو يديروا ماتش نهار الثلاث صافي لعبنا ماتش بيناتنا وانتوما مع السنيور الجونيور مع السنيور مع هذوك اللعابه اللي ما لعبوش وهذوك اللي ما لعبوش مشكل هذوك اللي ما لعبش هذوك اللي ما لعبش راه مشكل هو اصلا جاي معصب الله يرحمه ايوا صافي لعبنا ماتش سهلا ويقول طلعت لنا واحد اتاكون بومبا كان اتاكون اي يمكن يعرفوا قلت عليه كي ملعبش بزاف ملعبش لا ملعبش بزاف ملعبش صافي طلعنا ولكن شحال سالت النتيجه ديال الماتش اللي ربحنا ربحتوه لا والله ربح كان عندنا الفرقه الجونيور مزيان لي سبوار كان صعب ولكن واحد الحاجه ديك الساعه راه جيتي فوقيته صعيبه علاش هذيك الوقيته اللي جيتي فيها يوسف كان يلا جا اكرم ايوا وكان جايب اللعابه بزاف رحم زي السيف ها ساقيم ها بيضوطان يعني كانوا اللعابه بزاف صعيب باش تطلع لا صعيب باش تطلع صعيب والحمد لله ربي سخر صافي من بعد جا اوسكار اش قال لك اوسكار لا اوسكار واعر شنايا لعبنا الثلاث الجمعه لعب تيتولير ناري شكون تيتولير انا طلعت الجمعه لعب تيتولير كونتر اس لعبتي ضد دو جونيور ثلاث الجمعه لعب الجمعه لعب كان حتى كان الجاد عاوتانيك الساعه طال راه خلاه موتيف فهمتي لقاه هو هذاك النوع ديال المدربي الله يرحمه مسكين راه صافي لا عطاك الجيري ما بقاش ترجعوا ليه صافي هاك واخا يكونوا لعابه اللي كبار في ليكيب بريمير ولكن صافي تقول لك هاك صافي صراحه اوسكار كان واحد من المدربين اللي افتقدناهم بصراحه الله يرحمه قليل تلقى بحال هذاك المدرب قليل بزاف كيدير الثقه في لو جو انا ماتش انا باقي حد الان باش تنسى لي لعبي كونتر القبيل لعبت فلالي في ميليو في الرجوع جا لعبني اريال دروا وتسطنتي وفي دونور داير كونتر القبيل واش تقولي لي ما تلعبيش وما يمكنش ماركاش كيليت تما فهمتي من المدربين صافي تيقول لك دير اللي بغيتي انا نتحمل المسؤوليه تيدخلك اليز صافي شوف تيقول لك انا المدربين اللي دخل دير لعبك انا هو المسؤول عليك وصراحه وصافي بنتي يقول لك بحال هكا صافي بون فينال صافي 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 تحقق الكره عندك انت هكا سمعت على ناطير فاش كان كيتريني بالراجع ديك الوقت كيقول ناطير انت ما سوقكش انت في النهايه كتدخل كدير اللي بغيتي كتلتزم حتى شي حاجه طيب لا يقول لي راه في النهايه تحيه لخويا حميد تحيه هو اصلا في النان لا بصراحه هو دوز واحد الجينيراسيون اللي في الصراحه راه لا في الوداد لا في الرجاء في الصراحه كانوا لعابه ديال بالصحراء البرازي قوصو راه اي تعاريف راه في الصراحه في الرجاء كذلك راه بغينا نشوف هذوك اللعابه دخل اي تعاريف في 16 عام هادو 16 عام في ديربي لا شوف واخا بسبب الوداد راه انا في ديربي نارمارك علينا اللويس راه ولد دخلني راه كان شاد ناديك الساعه اوسكار ما عندك شي 10 سنين تي ديك الساعه والله ديك الساعه الوداد كان شاد روما وهنا شاد روما اوسكار ديك الساعه راه باقي اللحيه ما عنديش صغير والله تعرف انا تعرف مدربين صافي لا اونترينور ولكن اسمح لي يا خويا يوسف من غير المدربين حتى لي كاتيجوري اللي كانوا عندنا للميني ملاكا ديال ليسبوار تلقى فيهم لعابه ديال بصح فري كانوا مؤطرين في المستوى كانوا بزاف تطلعتي شي واحد صافي طلعتي لعاب عارف واجد ماشي بحال دابا لا شتي الوداد ولا الرجاء اللي كاع جميع الفراقي راه حتى اللعاب ما تتلقى ود الفرقه طالعه فينا هما نجبد لك دابا الوداد والرجاء قليل تلقى ولاد الفرقه اللي تلعبوا فيها قليل بصح ما كاينش كاين بقاوش هذوك المؤطرين اللي كنت تعرف اللي سونتر المدير التقني تيقول لك هذا اللاعب طلعوا غادي يكون مزيان بقاوش دابا كان الاستثمار كان في هاد لو كوتي سعيد ديك الساعه كان الاستثمار في المدرسه خصو يطلع لعاب مزيان باش دابا المشكل ولا دابا الاستثمار في الفرقه الاولى نبيل دابا ما رجعش لي زيكول دابا كاملين يطلعوا الدراري من الصغر عاد يضيعوا الدراري تلقى دابا في واحد في ليسبوار تيدار باش يطلع ليكيب بروميير تجي نهار ليكيب بروميير
تمشيش تلقى بريطي ولا تلقى شي حاجه تلقى عنده في رجليه احسن من واحد يجيبو بالفلوس وما يدير لك والو في الفرقه راه هذا فين خاصنا نفكروا من دابا نفكروا كاين دابا دابا المشكل هو ان كل شيء موفر تلقى لي سونتر فورماسيون كاينين تلقى الراجع عند السونتر ديالها يا اكاديمي الوليد عند السونتر زيد الوينر سوا هو خداو خاصهم ها لي مؤطرين اللي يطلع لك اللاعب اللي يكون واجد باش يلعب في ليكيب بريمير ماشي ما تجيب عندك كل شيء ما كاينش مؤطرين في المستوى تجيب لعاب ب 500 مليون فانا ماشي ضد فهادوك اللعابه ليس لا اي واحد غيعطي ما يجي للوداد ولا يجي الراجا ولا لي فار ولا الماس ولا يجي يكون قاد بالمسؤوليه اللي عليه ما يجي يلعب يعطي ان بلس وي فهمتيني راه غادي خاطر تفكروا فيها برافو الدري صغير تفق معاه صباح ولد المدرسه اما تجي تكون واحد صار فحال هادي فحال اللي كانت في الخليج كولا ديفيرون تنحس بك انك تهز فرقه لانك انت جايب فهمتيني ولا ما فهمتيش تجي فلوس فوالا تجي الفرق كبار ما تجيش الفرقه صغيره راه جاي الوليد والراجا راه العالم تيشوفهم بصح راه تجي خاصك تبان ماشي انت تجيبك انا ب 500 600 ما عرفت توقف زيد 100 اسمح لي زيد 100 لا راه ولاو 700 ساعه والله ولات كيعي وحق والله ولاو 700 ولي ديما ولا راه كاينين بزاف ديال اللعابه والله لا ضايعين وحق الله العظيم ولكن نتمنوا من الله يكون هذا الشيء ويخدموا عليه ويرجعوا ان شاء الله كيف كان ايوا سي يوسف رجعوا نهار الجمعه ثلاث طلعتي من ليكيب بريمير الجمعه تكونفوكيتي مع اسف عاود لينا على ديك السيمانه بعدا عرفتي راسك تلعب على السيمين عرفتي شنو هي تكون يقول لك شكون يلعب حدا بعدا باش تعرف راه حدا لويسي وحدا لويسي وبرازي بيان سور نعس انا مرشح بروتيج لويسي وبرازي عادي جدا بروتيج ودوز كرون ماتش وزعما دخلت بعدا اصلا دخلك واجد من الفيستير جا عندي قال لي انا عدوى عصام جاوب في العقل عليه تبارك الله دخل لعب صافي جرون ماتش ماتش تاني مع لي فار هاو تاني لاعبين ولي فار واحد اي ولاعبين شامبيون لي فار لاعبين شامبيون ماتش ديال شامبيون باغي لي ماتش باش يخرجوا مع خريب قاعد يلعبوا ضربناهم تما بجوج لواحد ديال بيضوطان ديال بيضوطان مصطفى تحية مصطفى مصطفى عطي عليه صافي عطي عليه الحيط لعبتي رايدر ولا لعبتي لا لعبت الي غوش الي غوش الي غوش لعبوا ترا وسان كدو دابا الماتش الاول في الباندا الماتش الاول دابا شنو لعب معك طلحه في داك الماتش لعب معايا طلحه دابا شنو لا دابا الماتش الاول لعبنا ترا وسان كدو لعبت ستوبور ولعب استقاد هنايا خليل في لاكو شوي وخليل كان وقع خدا شي 4 صفرات في داك الماتش ديال اسفي جو بونس ما كاينش ويجي عندي ويقول لي واش تلعب ليا تلعب هنا قلت له لعب ما عنديش مشكل صافي دخل جاب الله نيت مع لاكو تلعب انت جيت دابا ساعه قال لعبوا ار يضروا وتلعب واش ما عندكش مشكل لا ديك الساعه انا ما لعبتيش مشى فراس بقات تسنى تلعب الحب والله ماتش لي فار لاعبين على الشامبيون كيما قلتي يربحوا الوداد داك الكلاسيكو غدو الشامبيون 2008 جو بونس 2008 كان معاهم مديح الله كان معاهم المرحبا مصطفى النهار داك الماتش كيدوزي ولعب اريل غوش والله اخويا قلت لك زعما عادي جدا زعما بحال حسيت راسي بحال لاعب شي لاعب قبل انا ما لعب هو قلت يلاه طالع فهمتي انا قلت لك قالوا معاك اللعابه حتى هما كانوا شي عاونوك اللعاب برازيل ويزي مصطفى ماشي تي جي جي تي عاونو فريمون فري تي عاونوك لعب القدام تي عاونوك تي وريك دابا جو بونس دابا ما كاينش اللي يقول لك تا شنو فهمتي كان البوا ديال اللعابه قدام فهمتيني تيكون دوز فرقه 6 سنين 7 سنين ديجا سميه وديجا تيعرف كيفاش يعاون الدري الصغير لو جون كاب هضره زوينه هضره يدخلك في الماتش يدخلك بزاف ديال تيعطيك باس يقدر يهضر معاك عندك وراك عندك رجع دابا راه يقدر يعطيك باس وساكت علاش نهضروا عليه كومونيكاسيون ما كاين لا ماشي قنيلك ما هذاك الشيء تربينا فيه هذاك الشيء هذاك الشيء تيكون من فهمتي من الصغر ديك الحروريه ديالك عندك وراك رجع لا روميز فهمتيني ماشي فحال تيعطيها لك تيبقى ساكت لعبوا دير اتونسيون مع صاحبك علاش نقول لك كومونيكاسيون ضروري خاصها تكون في الكره شكون هو المدافع في ديك الوقيته اللي كان ديما حدا الترابي وما ما كيسكتش ضروري ما يبقى يغوت وكيعاونك شو هشام الويسي هشام تبارك الله هشام لعب معايا في الوداد حتى هو لا هشام تبارك خبره كبيره اكسبيريونس ماشي كبيره تبارك الله ما شاء الله زعما حتى الطريقه كيفاش الحوار مع اللعابه وكيفاش يهضر كيفاش يعاون اللعابه تبارك الله ما شاء الله لا تبارك الله مخلق ولد الناس تيعاون الدراري بزاف فوزي دوزتي لنا هشام عطينا فوزي البرازي تحيه لي
شوف قلت لك ديك اللعابه باش كان كيكون حداك شوف قلت لك اللعابه القدام تيعاونوك راه هو سعيد يقول لك راه دوز هو اللعابه جرين دو صح وي اللعابه تيعاونوك اسلوب ناقص هو دوزهم فهمتني صح شاد لي داير لكم شي عاونوك تيعاونو الدراري وبالاخص الدراري وبالاخص انت طالع راه قلت لكم هذيك النهار اخويا طارق راه قلت في لونطرين ممكن تلعبوا مع لاعبين قدام ليكيب بروميير تلعبوا بشويه وهما تيعصيوك تيقول لك ما كتلعبوا هكا في الراجه راه ما عمرك كتلعبوا هكا صح راه بغيتي تلعب وجات الوقت ولينا حنايا وحنا بقينا هما مشاو فهمتي الحياه تدور وبقينا بقى فينا داك الفيس ان واحد الميساج وصل لك الا بغيتي تلعب في الراجه خاص تكون هكذا فهمتيني ما خاصك تكون مرخي ولا شي حاجه اخي سعد اللعيبه اللي قلتي والله العظيم البريمير سيونس طلعها وطاكل هنايا ما يمكنش مصطفى تيا مصطفى والله يمن بارك الله على السلامه غادي يضربك مصطفى ما ضربكش دراهم او مصطفى طلع كي تسمع 150 يعني تشات قديش تشات بريمير سيونس اللي طلعت ثلاث ترى واحد طاقل ترى ما يمكن هادشي فرشخني فرشخني تما تطلع حار وشكون جاي عندي رشيد داودي نوض نوض كم ما كاينش طايح ما كاينش طايح ما كاينش سميت طايح ما كاينش طايح نوض كمل لونطري صافي من تما تعرف راسك انك راه صافي راه داخل عليها فهمتيني ولا ما فهمتيش اضربها ما عندك جبد ما عندك اضرب تيقولك هو دخل فيه هو تيقولك اجي دخل فيه ادخل اخويا بينا شنو بحالك كتقصى بحالك كتقصى فهمتيني فهمتيني تمشي طلع بلندي بقى لونطري ما بحال هكا لا 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 انا شوف يمكن وقيله سعيد حبس قبل مني انا حبس قبل من يوسف شويه يوسف حبس مع الصعود ديال توارق البريمير ديفيجن واخر عمله لا لا لونطري واش لونطريمون ديال لا لا فرق كبير حتى كان الدم صاحبي اقسم بالله حتى بنادم شي لبس السيسة صاحبي السيس تيقول لك ها هو اليوم نجيب ولا تيجي هكا زعما هو صاحبك في الفرقه راه صاحبي تيقول لك صافي انت باللي انت باللي صاحبي واش غدير مع الادفيرسير طردقوا كيما قال يوسف شت التيران في كنا تنتريني وما كانش بحال دابا دابا راه موفر التيران مقاد وتتسقى وتتزرع وتيديروا ليه كل شيء فهذاك الوقت تلقى شويه فيه الكازو شويه فيه التراب وقدك تضار وتمشي لدونور تبقى تحك البالون وتخيل كانت لونطريمو التيران ديال لونطريمو مزيانين دونور يولي يجيك عادي واش فهمتيني هذا هو المشكل ولكن كيما دابا كي ولات لونطريمو دابا لونطري ما ولا شفا بنادم شويه اشوف مشيت ولات لونطري نعطيك واحد المثال زوين وما تضحكوش شحال هذيك تاكل الخبز واتي والمرقه وتقول تريني دابا خاص تاخذ ميروندينا ودانا واش فهمتي راه هادشي اللي كاين نقول لك اللي كاين يعني تماك راه لا لا ما بقاش ديك لونطوسيتي ديال لونطريمون شحال هادي ما بقاش لا نقصات هي دابا انت هي دابا انت في العوام الاخر ديالك انت ميروندينا راه يبين لا راه هادشي مع الموجه اش غدير ما اش غد تما اش غدار بوحدك واك شوف كي بينه وبدا شي بقى فيا انا ما نكذبش عليك انا واخا تنتريني مع بنادم تنجيب بنادم تنقول له اسمح لي يا خويا انا هكا الكاركتير ديالي هكا فهمتيني انا غنضارب هكا ونالتي معجن هكا صافي دخل لي في دماغي ديك فهمتي هو بنادم تيعرفك من بعد صافي تيولي بنادم يعرفك انت راه هكا فهمتي انا طلعتي هكا واش فهمتيني بقى فيا داك الفيسك بحال هكا فهمتيني ديال ديك لونطري قاتيل وديال واخا نرجعوا للوداد درت شي ماتش كبير ديك ديال كان اخر ماتش تقريبا ولا اخر الماتشات تقريبا في ذاك لا سيزون ديال 2008 وفي ذاك الماتش ديال ليفار كلشي خارج كيدوي على لعاب واحد هو التراب الباقا حق كلشي هذاك الستيل بعدا اللي غندويو عليه ديال راموس انا 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 هنا فين اوسكار سماك راموس صح شكون سماك راموس والله يبعث القط راموس راموس يعيطوا لي راموس اوسكار اللي بسكا اوسكار في لون مع الشعر كان شويه الشعر هي الشعر شي شبوك كان اوسكار راموس الاول كان كيقول لي بتي راموس صح شكون كيعيط لك اوسكار والله ما عقلتش او اوسكار عبتي لبتي قاعد دراري عفاك جيني راسو كل شيء لبتي لبتي اجي لبتي كمان وصغارك كمان وفريخات فهمتي عكسي تلعب رجال تلعب مع رجال اصلا قالك زرين دول تحيه زرين دول باللحيه ديالو مي صباح تتلقى في الوداد طلحه لويسي وبشريفه الناس بعقلهم طلحه راه الناس بعقلهم تبارك الله راه حبس كوره وباقي كتشوفه بحال هكا اللهم بارك واش نقول لك انا طلحه كيقول لك راه قصار شويه دابا طلحه تربع تربع شويه واخا علاش علاش من بعد ما بقيناش كنشوفوا الترابي بديك التوهج اللي كان كيتسنى الجمهور مع الوداد شنو وقع؟ شوف كان جا اونترينور زاكي مورا اوسكار هادي اختيارات ديال المدرب انت شوف ديك لا بيريود انت تريني
صافي لعب شي راهي هذيك اختياره ديال لونطريينور ما يمكنش تدخل له فهمتيني. انا كنت نجي تنتريني بروفيسيونيل الخدمه ديالي تنت نهار تيكون واقف عليك تتلعب فهمتيني عادي رايي. وكما قال يوسف اسمح لي نقاطك كما قال يوسف هذاك الوقت واخا تكون طالع وداك الشيء راه صعيب باش تلعب مع هادو اللي كاينين تتلقى في لا ديفون تتلقى البرازي تتلقى لويسي طلعها خاصك تسنى حتى يتوعد شي واحد ولا شي افيرتيسمون ما يلعبش شي ماتش وهذاك عاد باش تعطاك الفرصه. وهذوك النوع ديال اللعابه ما كانوش يريحوا وكيتوعدوش وما تيتوعدوا فهمتيني اللي كاين تنقول لك اللي كاين تلعب 30 ماتش والله الا باش يتوعد ليك الناس كانوا تريني وكانوا فهمتيني تيضاربوا فهمتي هذا شبه المشكل كانت غاليه بزاف علاش انت انا بحال هكا في الراجا وقع ليا عرفتي باش تلعب قدام سلوب ونعطير وتجدين وهذاك الوسط بعدا داودي راه تكون صعيب واخا تسنى حتى انت صعيب صعيب بزاف ماشي بحال دابا راه مدينيك ولعب تنقول لك اللي كاين اصاحبي وحق الله تيبقى فيا الحال وحق الله ما لقيت شي صعوبه مع الزاكي ف بيان سو عادي لا واش 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 الزاكي غير جا وريحك ولا كانت اسباب علاش انه ريحك في 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 الاحتياط؟ شوف انا ما ناقشتش معاه كاع بتاتا انا كنت عندي تنجي تنتريني وصافي النهار تكون واقفه ليا راه فهمتيني ما عندكش صافي هادي اهم حاجه كاع نهار احتياجك يلقاك موجود تلقاني واجد فهمتيني انا كنت نتريني فهمتيني كلشي تيتريني كلشي ما كاينش راه سعيد وقيلا دوز ترينا مع 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 الزاكي والله قلنا راه اسمح لي ايوه راه قلنا راه زاكي جيت انا للويدات نلعب شي تشيلير ما دوكاسل تشامبيونز ليغ ومقلع جا زاكي حطني نقول علاش حطيتيني ما يمكنش ما حطني صافي ولكن نار عول علي ندمتو غدخل نار دخلت كنت مزيان واحد النهار كان يلعبني ميليو لعبني اريال جوش لعبني ايلي جوش لعبني قدامني ميليو فيما تيحطنيش القاني موجود واحد النهار كلعب بلاص سقاط نيت والسقاط كانت عنده 4 صفرات ورجع السقاط وما لعبش بقى في بونتوش ونهار انا واحد الماتش ناقل لي توعت ماشي ترصاصي توعت ديال بصح كنا في مراكش في التيران الصغير ديال الاستاد تريني تماك مارش معاهم كنا لاعبين توعت لعب السقاط ودار ماتش مزيان خالد تحيه لخويا خالد دار ماتش مزيان بقيت نتسنى عاوتاني لا بحالك هذا ما داك بدي كره غدا بحالك هي ديرها قال لي راه ماشي وهضر معايا زاكي ما نساهاش هضر معايا قال لي فتاح خاص زاكي كانت عنده واحد القضيه ما تيعطيكش قبل من الماتش تيعيط تيمشي للشومبر ديالو قبل من الماتش تيعيط للديفونسور بوحدهم لي ميليو بوحدهم لي زاتاكو بوحدهم صح فليرينيو هذا باش يلعب نار عيط ليا قال لي فتاح راه ماشي انا اللي ما لعبتكش انت اللي ما لعبتيش راسك راك تيلعب مزيان تواتي السيد جلعب كي ما عنديش مشكله كوتش ولكن نهار تحتاجني تلقاني موجود صافي هكا تبغيو اللعابه يكونوا بحال هكا ماشي لعبتي ما لعبتيش ما تلعبش تبقى احتياطات ديال المدرب ولكن نهار يدخلك المدرب ندمو ماشي نهار دخل قد جرجر في رجليك لا تبناش انت يوسف والجمهور ما دوزاش عليهم اخويا نبيل فريمون كنت دازت واحد شوف انا كنت لعبت جو بونس طلعت كنا درنا كونسونطراسيون مشينا للمازاكون كونسونطراسيون جينا لعبنا نجيفي لعبنا نجيفي عيطوا لي ليكيب ناسيونال مع لومير مع روجي لومير مشيت معاهم لعبنا ماتش ميكال تما في عمان في مسقط في مسقط كنا لعبنا في رمضان واحد الماتش كنا لعبنا تما صافي رجعت ما تلعبش وبلي ما تلعبش كنت ندخل الاولمبي ايه تلاقيت مع لومير كان سيليكسيون وقال لي شوف انا راه زعما راه بغيت تكون معايا ولكن انت ما تلعبش في الفرقه سي نورمال عادي ليكيب ناسيونال خصك تكون تيتولير في الفرقه ديالك باش تجي تلعب ما يكونش عندك خصك تكون عندك التنافسيه باش تلعب في ليكيب ما يمكنش تجي صافي من بعد بقيت تنتريني انا تنتريني واحد الوقيته هو عيط لي زكي بوحدو عيط لي قال لي شوف انت تتريني بروفيسيونيل زعما تدير خدمتك تدير سميتو ولكن ما صبر ما عندك كونكيرونس تجي الفرصه تلعب في السقاط كاين لويسي كاين عدوى كاين فوزي البرازي يعني خص تسنى بلاصت كيما قال لك واخا تكون احسن منهم انت تكون مزيان واخا تكون انت مع راسك تقول انت مزيان انا كاين ناس سابقين لاعبين عليك الكره وسميتو خص تسنى بلاصتك كيما قال لك زعما شي بليسور شي 4 صفرات شي حمراء شي حاجه غير انت خص تكون واجد راه تيقولها لك تيقول انت نهار نعطيك التوني ما تردوش ليا اخويا ها انت التوني ديالك فهمتيني انا فهمت هذا ولا وداك العام كان مشارج داك العام 2018 كان كنت ضارب ماتشات شي شو الفينال لعبنا فيها مع الترجي مع الترجي كان رفيق بالصامات كذا داك الفينال مع الترجي
مشيتي معاهم حتى راه معاهم تونس ما كطالع التريبيل ما كش لعب عاود لينا تاع 2011 نقول لك والله يجسر يوسف حكو يديه كيشوف الدراري كيسلقوا بالتراجيل تحت ويبدا يسلق بالجمهور اسمع لي نقول لك قول لي نعاود لينا واش قلت نرجع لك نرجع لك باش التراجيل هاد لا بيريود وانت الشابش تكون بوكا والله تفرح الشابش وتشار المطايفه في لندن باش تكون حتى في لاليست لاليست وزقوا يا ربي نشان طلع التريب ويوالي على الفرقة ونكير أنتو سيت تاخي فلان أترى بنادم تيجبد ما عنده ما كينش وصافي قلت لك رجع للترجي اللي قلت ترجي واحد زاير هنا خسرت واحد زاير الرامو كانت لهاد لافوت ديال هشام اللويسي في البيت خسرت واحد زاير باش وجوي عمر قلت شي 17 جاعيه الجويعه مشيت تبليسه تماك لويسي ماشي فداك الماتش كانت تبليسه في الزمان كانت تبليسه في الزمان واحد الكره ركبه ديالو ياك قال لي قامو كروازي مشاو قلت عليه جو بونس ماشي ديك الماتش لا ما عرفتش لا عرفتش واش اللي قامو لا 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 تبليسه ماتش اخر من وراه ياك لا لا ماشي هذاك الماتش هذا في دوينا بها الماتش اللي كنقول الفينال ديال لا ما تبليسه لعب لا لعب الروتور لا لعب الروتور لا لعب الروتور لعب الروتور مع البرازي مع البرازي فاش كان البرازي فاش كان هبط لي ذاك الدرب ايه هو البرازي البرازي تا هو الله يذكره قشفار شوف من اللعابه اللي ما تيدويوش مبارك كيطبق هو كاميرا خفيه هو كان يسلخ هو والله تحيه الفوز البرازيلي ولد الناس صراحه كنا مشينا عنده واحد ديربي اخويا يوسف واحد ديربي ديرنا راهي ماركي لويسيني كره في الميليو دابا جاي بغيت نزالي كدير لي باك هذيك الساعه تخرج لي السلك من هنا ضربني بهادي ضربني بهادي ضربني هنا بعد والله لا السلك دخل لي هنايا وانت باغي تهز على البرازي ما لقيتيش شكون صاحبي حنا كنا داصرين ما لقيتش البرازي زي ما اللقطه دار لي واحد النقيله زوينه بالميليو ضربني الوسط تحيه لخويا فوزي تحيه لفوزي البرازي حطا شي رجليكم في تونس بان لكم صداع بان لكم حسيت بلي تونس بلي تدخل مشكل هو سعدي تا راه مشكل الخبط صحيح تا راه مشكل ما زعما ما كنتيش زعما اتونطاتيف معاهم زعما عادي راسك تا راه في المطار بروفوكاسيون روينا صاحبي صافي شبكات صافي شبكات قبل ولا تا الماتش لا في الماتش في الماتش لا في الماتش قبل ما كانش شي مشاكل رابحينهم جو بونس رابحينهم صار فخر الصماء 1-0 بيلانتي بيلانتي جابوا الطلحاوي فريد فريد قلبك انت فريد ما تعرفش مين دخل والله ما تعرفش انت صيدوا في ديك البيلانتي الله اخر غادي لا مع شكون اللي كان واش قدك اه والله صافي الاخر غادي لا ديالو ويدير ليه ديك برك عرفتي ديك التوشه ديال تك صافي بيلانتي فريد 1-0 1-0 وبا غادي مزيان جبتوهم وصافي ما كنا خسرنا هنايا وحتى الدراري كنا غاديين والو غنموتوا معاهم تما باش ما بغا صافي ديك البرازي طلع ديك العربية تشاو الله يهديك كاين شي حد كان واحد الاربيط افريكان كانوا شاريين كيتحكموا في كل شيء هذيك الساعة ما يقدر عليهم حتى واحد والله ما يقدر عليهم لا لا ما تربحهمش فريمون باش ما بغيتي باش ما بغيتي كورة فهمتيني لي زاربي ماشي بيلانتي ماشي شي بيلانتي لا الاربيط شوية عيط فهمتيني دابا من وقعت لا واخا ما يكونش بيلانتي يصفر لك يصفر يصفر ديك الوقيتة والله وبالاخص التوانسة اي حاجة ديك الوقيتة كانوا هما كانوا حاكمين سيرتو عرفنا شكون الرئيس ورئيس كان كيدير وعطاهم بيلانتي في الميطه الاولى زقلوا راموس بدل مياغري كان باراد واعره ديال مياغري راه قلتي الى هذا وكان بيلانتي ماركات الدراجي في الاخر بيكاس من بعد هذاك يا العصا انا بغيت نعرف الترابي ملي كان كيشوف العصا نايضه في التيران هو في المدرجات كان كيدير وتا بلا غتريح مدرجات ترى عرفتي ديال الحجر والله ديال الحجر وقراي ديري ترى ما يمكنش ترى كل شي حوايج صاحبي الرعب صاحبي تعيشوا معاهم صافي شبكات حنا شبكنا مع تيما اللي كلش طايح كلش طايح شفت تشوف تما شبكات صاحبي صافي الروين واو باش فكيتوها فكيت راك عارف باش فكيت صافي ما شوف كيما قال لك سعيد راه ما تما صعيب صعيب ديك الوقيته والله ما لاقوا بهم دابا لا لا دابا رباهم في من ورا الفينال التاريخي ترباو لا
حتى دابا تيمكنه راسيه ديال الكرتي ربات كلشي تبدل دابا الفار كاين الفار كاين العيبات كاين بصح دوزات على بنادم بصح فشحال هادي راه كنتي نصير فرام عم قال لي نوفر والله غير خسرت الرحله ديالك في الوداد كيفاش جات النهايه ديال الوداد علاش خرجت ترابي من الوداد واش تشوف ديك 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 الوقيته انت ما تلعبش خاص تلعب الا ما لعبتيش 18 19 20 ما خاص تقلب على راسك تمشي تلعب صافي جاتني واحد لوفر ديال لي فار كان ترونسفير مع مساسي مساسي صافي دوز واحد اناني مع لي فار من بعد ما لعبتش لعبت شي ماتشات ماشي بزاف ما كعرف ما باقي ديك الوقيته واش كانت غير صفقه تبادليه ترونسفير هو مشى لي فار هو جا الوداد انا مشيت لي فار كان لا فلوس لا والو لا لا ما كان حتى شي حاجه صافي هما بغاو المساسي مشيت لي فار المساسي كان مزيان كان قلع مع كان شي مشاكل جو بونس مع لي فار صافي كان هو بغى انا كعرف فرقي في المغرب ضروري خاصك ضروري ضروري نمشي صافي من بعد ولا لي فار شو شكون لقيتي العز العام ديك الساعه شكون لقيتي كان عز العامري عز العامري كان عز العامري من بعد مشى كان عز العامري وجابوا مصطفى مدح لا خلينا في عز العامري اجي العامري بعدا خاص تشرب لينا حنا يضرب لينا دويلي افتح شويه عزيز زين قال لك كان مع عز العامري لا من الاول تحيه لعزيز العامري تحيه زعما حنا راه جايين فهمتك شنو بقى مع عز العامري واش ما لعبتيش بزاف في ليفار ماشي بزاف لعبت شي ماتشات ولكن ماشي بزاف من بعد كان مشكل مع المدرب جو بونس عز عامري ما لعبش شي 8 ماتشات وقيله ولا شي 7 كان صافي ابخي كان مشى ما كانوش النتائج مزيانين صافي ابخي مشى جا مصطفى مديح ولكن مع العام شوف انا كيما شوف انا كنت تنجي تنتريني نلعب مرحبا ما نلعبش فهمتيني المهم تندير داكشي اللي عليا المهم لعب ما نقولش تقول لك لعبني ولا شي حاجه فهمتيني جيت نتريني نلعب ولعب فهمتيش من نوصل لك فهمتك كنتي قلتي لي واحد قادي قبيله في الاوف ديال هو كيلعب لاطاك هو كيلعب لا هو اوفونسيف بزاف هو ما والله ما يتسوق لك ديفونسيف سير دير دخلات ما سير دير دخلات سير خدم شي ايوه ما يتسوقش لك تلعب تينيس لا شوف انيماسيون اوفونسيف لو ميور في المغرب دابا هو بيني وبينك يماركي ولا تماركي عليه وخسر شنو لا هو تيقول الماركي 3 4 ما عنديش مشكل ماركي عليا جوج ما عنديش مشكل ما تيخدمش صاحبي ك اوفونسيف نتوما مريح دخل قصر شي حاجه ما يدويش معاه لعب بلاي لا ما يهضرش معاه هو كيدوي من المليون انيماسيون ديفونسيف والله ما كيفاش تخرج من تيقول لك حل التيران صافي لعب ماشي ما عندوش زعما ديك اما اوفونسيف هو تيخدم بزاف اوفونسيف هو عزيز الاوفونسيف كيخدم مع دوك جوج ديال الميليو لا طاف لا هو لي غوارديولا شي ايام مورينيو لا هو ما تيامنش مورينيو تيقول كان مورينيو صدر جا لي واحد النهار اش قلتي تهضر على مورينيو كاع شوف مورينيو صدر كنلعب كنلعب في اسفي كنت انا في اسفي لعبنا مع تطوان كاس العرش في الروه أيه. وكان يلا خرج ديك القضيه ديال مورينيو قال هو تسمع خرج فيديو هادشي اش قالنا صاحبني قال غوارديولا لا قال مورينيو قال لك مورينيو زرق مورينيو مقلع ديك الساعه دابا هانيه مورينيو تشامبيون دابا يقولها هانيه مدريد تشامبيونز ليغ بورتو احسن مدرب كان عجبو ستيل الجو ديالو حاش قشفار كنلعبنا في اسفي مع لا حيت كيترين مورينيو الديفونس كنلعبنا اسفي مع كان مع زاكينيش مع تطوان وربحناهم تما واش عزيز بيجي يخسر هذا شفت من جيك بحالك شي خسر صافي هذا المشكل يخسر وانا نقول عزيز تهضر على لا مورينيو يقول لي ماك مورينيو زرق قلت له الله يهديك السي عزيز مزرق الله يهديك وش ساعه مورينيو مورينيو العالم جي تشوف يا زعيم شو شو كعاب لك جي كعاب وشوف مع هو خاسر الماتش بس ناك عينات شتي شي تبارك الله مدرب من احسن المدربين دابا ولكن يوسف لا صراحه واشوف هو راه مورينيو مزيان شوف بالميراس ديالو تيهضر عليه كان احسن كره في المغرب ديك لابيريود في تطوان لا كانت احسن كره في تطوان صراحه وي يوسف هذيك الوقيته ديال ليفار يعني واخا دوز معكم واحد الفتره قصيره ولكن كنعرفوا كيكونوا بزاف ديال الطرائف شنو الطرائف اللي دازو بينكم وبين عز العامري في ليفار وشوف هو تي واحد النضره ديما ديك النضره هكا شوف نتايا شوف هذا هكا هذا دراسو تيقرا وانت تحت فهمتيني هو تيشوف صراحه عمري ما درت منو شي ما تشوفش شي طريقه بينه لا في لي ديبلاسمون مسافرين شوف شفتو ليبيا واحد ودي ليبيا كانت ديك الساعه مزيان كان زوين كنا لاعبين كنا جو بونس لاعبين ديك بنغازي بنغازي بنغازي
كان قيادة الحرب يلا بدأت قيادة الحرب خسرتوا بجوج الواحد كان خسرنا بجوج الواحد بجوج الواحد تبارك الله ما شاء الله لا حيت تفرجت فيك تفرجت فيك يليك مش كان شاكير سعيدي كان صلاح لا ما كان صلاح لا مو من نقاش كان مراد فلاح كان مورا كان بو عودة بو زرقاء والدوش لا الراقي ما كانش كان لا 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 قديوي لا قديوي مشى ديك الساعة كان مشى مشى كان بو عودة كان بو عودة انا حيت لي مارك البيت ديال 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 الاخرين عقلت عليه وكان فهمتي ذاك القنبول و والتيران عجي التيران صغير التيران صغير صغير بالزنق 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 باقي عاقل هذاك المرة وقعت شي حاجة تما في ليبيا كان ذاك الشيء ديال ربح انت تما عجي مع احداث ربح سمو الشوف التيران سقى بالزنق والله براكة والله انت براكة والله انت براكة هو زوين كأرضية وكموحد ديالو مزيان هي بالركة في كاليفورنيا بالركة في المعارف جارتنا بيه فاش كنت تدخل للماتش كنت تحس براسك بأن ما خصكش تربح إلا ربحتي راه طرف ياه القنبول والله يا القنبول بالله فلوس اللي شوف مو القنبول زعما تركنا شي حوايج ابغاز لك اخويا طارق كنت عايش معاه لا انا ما كنتش عايش تما وعاش في يامات عشت يامات طارق عاش في ليبيا انا نص ليبي ونص مغربي ولكن انا عشت يامات العز وعاش مع ود القدامي في كاس العالم وسط مسوقة عيون صافي خسرنا طارق وصغور صافي وجينا فحالنا مع ما يدووش معاه لا لا ما يدووش معاه والله ما يدووش معاه الا خسرتو ما يدووش معاه لا 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 خسرتي لا كون ربحتي مشكل لا واخا يربحو ما يدووش معاه ما كان هذيك هما عندهم واحد الاسلوب هما ما ياديوش بعدا سيرتو وكري خلعوك لا هما المغاربه بعد العينين ديالهم هما المغاربه ما من رابع المستحيلات مغربي تشوف ليه صراحه وي تما هما كيبغيو ديك اللعيبه ديال الخلعه دابا هما فهموا الموفمون ديال الالترا بشكل اخر والترهيب دابا هما كيشوفوا الالترا ديالنا واو هذه زوين ولكن ما عمر شي الالترا هنا في المغرب دخلت على اللعابه مثلا في التيران هما لاعبين الماتش ديالهم وتجي تحط عليك فردي ولا تضربك قنبوله ولا جا هما خداوه بالعكس فهمتي خلطوا المافيا مع الالترا مع كلشي وما كيرهبوك شي خلعوه ولكن يخلعوه ولكن ربحوا شوف توزارك كان ضريفين بصراحة نعرف واحد دري صديق ديالي منعيم تريح معنا في قهوة الله يعمرها دار بصراحة ليبي لا ما أدبين دابا تعدكش ليبيين في حياتك وعاد هذيك الدري منعيم يلا تعرف عليه مؤخرا ماشي بزاف الله يعمرها دار والناس وسي طارق الله يلا تحيا كاين دراري انا كاين دراري انا الله يعمر بها كاين باجو كاين اللي كانوا اللافي هنايا رياض لمؤيد لاسكندر كامل كانوا هنا باجولي لا ماشي باجولي طالي هذا باجولي هنا كاين بزاف ديال الدراري هنا داروا لي بوطول فور مشيو مورا ليفار طارق ليفار جات الانتقال ديالك لنهضه القنيطريه نهضه القنيطريه عندك فيها قصص كبير عودنا على الترانسفير ديالك كيفاش مشى وشوف تما في القطراسي يا قنيطره انت معروف بقنيطره تحيه القنيطره بصراحه مره اخرى كنتاسفوا للقنيطره صراحه دوماج يكونوا في هذا والله جمهور كبير فرقه كبيره الناس ديالهم الله يعمرها حتى بقيت الاكتفاء راه ما كانش قنيطره ديال القنيطره ولكن ام وبعد كانوا لعابه كانوا لعابه وكانت فريقه بعدا كان برواس كان ادريس كان صوفي كان الدراري ديال الله ما تربح حتى ماك بزز لا والله تربح ما ماتش ديال القنيطره كي كان بنادم تمشي قنيطره كان بلال بيات تيقول مشكلة كيفاش غنربحوا هاد الصراحة بيبليك صعيب صعيب تربح البيبليك ديالها زوين واحد السيد لعب عنده في الميديو ديالهم برواس منك تلعب انا ولعب وقبل مني راه كان ديما عزيز عليا من واحد الانسان اللي كورته كبيره بزاف وي برواس خليه يتلقى بحالو دابا والله حسن الشرف لعبت مع داك الصراحة شوف كرون جور تحيه ليه والله والله العظيم لا فريمون فريمون كرون جور الوحيد والله العظيم انا لعبت من ورا الوحيد اللي تنعطيه كوره تنعطيه كوره بحال هكا تبقى نتفرج عنده عينين هنايا عنده عينين الله اي اه معاك حسب لي واحد الماتش والله تنضرب معاك اخويا طارق والله حتى عنده عينين هنا عطيها لي والله العظيم حسب لي واحد الماتش والله ما ضيع كوره كوره بصراحه انا لعبت ضده والله شوف الوحيد اللي تنعطيه تبقى نتفرج التير عند الجمهور مع البيبليك
جمهور بيبليك ما تيسكتش واخا انت خاسر تحيه للحلاله بويز صراحه شوف من الحلاله هو جماهير كاينين صراحه شوف انت خاسر وما تيشجع صاحبي وفرقه في الهوات فرقه في الهوات وكي التيران كيدور وتيفوات وعتي ما عمرني شفت جمهور كيسان فرقه بحال هكا اخويا نبيل ما عمري شي نهار حسينا بهم عيرونا ولا سبونا لا كنت يلاه تفرج واحد لقطه واحد لقيتي باش راه واحد بحثوهم حتى الاخر بيد ديال المباركي عقل عليه ديال شعيب ما كان ما نوري ميشيل هذيك الساعه نوري ميشيل صراحه كان الجمهور تيدخل تشجع الفرقه ديالو وداك الشيء اللي خاصو يتشجع وتخرج بحالك عادي لقيت واحد الماتش لعبنا مع سعيد تما تعدنا واحد لواحد مع الزاكي مع الزاكي هي تعدنا واحد لواحد دازو ماتش واحد هذاك انا لاعب انا لاعب وتيباليس انت التيرا راه صعيب هذا عرفتي ديك التيرا كان تمشي تجيب بلاصه يضرب والله انا نقول ولا نقول ويلي واش هذا المطور هذا انا باش نقول والله ما كذب عليك كيلعب اخو خبار لا هذا ما يمكن هو كيلعب اخو والله لا عاود نشوف انت قلت هذا مطور هذا راه بس انا ما عارف مع الزاكي الزاكي راك عارف الزاكي خصط 100% ماشي 100% كان معنا كشاني قلنا راه لعبد السعيد قال لي قلت له وصف لي سعيد فهمتي قال لي شوف تاع كيجي عندك تقدر تقلب فتاح ولكن هذاك اللي كيجي موراك هو فتاح عاوتاني كيجي فتاح مبارك راه الماتش ديال القنيطره نسى راسو دا حتى التراب قال لي قيصه لا بصراحه دازو ماتشات زوينين بصراحه وتا لعابه كما قلنا كانوا لعابه ديال بصح تجي الجمهور كان تيجي فرقه واخا تخسر والله ما تيبقى فيه الحال تتفرج في مارش بدا داك الماتش ديال القنيطره سوا مع الوداد سوا مع الرجاء وترا صعيب باش تربح تفرش فيه صعيب 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 باش تربح صعيب الجمهور ديالهم والجمهور ديالك شرا ما يمكن لا حشومه كانت الفرقه ما تكونش دابا برينيه حشومه كان عندهم شي كان عندهم شي تيران بحال دونور ولا ترى ما عاودش لك والله صراحه تحيه لك كانت واحد القضيه مخسره هي الاستراتيجيك كان مخسر شويه النادي قلنا تعطي طعم للبطوله صراحة ضروري خصها تكون ديك الفرقة بريمير ديفيز واحد الحلاوة صاحبي واحد الحلاوة شي ما يديك لا بطولة لا والو خصو يكون شوف فهمتيني نتمناو النادي القنيطرة الله 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 نتمناو والله صراحة نتمناو انهم يرجعوا ان شاء الله واش هادشي اللي خلاك يا يوسف انك تستقر في قنيطرة اه فري لا لقيت راسي تما صافي من بعد لقيت راسي خصني نتبش حيت حيت خويا طارق انا قبل ما نجي نسني في الوداد راكش غادي القنيطرة اه وي نهار وقع لي المشكل مع الراجا راكش غادي القنيطرة اول واحد اول واحد دار من لوطوط هو انت يمكن ما عرفتش ولده والله اعلم ما عرفش يكون ولده قال لي صافي غادي القنيطره علاش الطريق صافي والله الا رجعت من وسط الطريق اول واحد دار رجعت من وسط الطريق اول واحد دار من لوطوط عاود ديجا تليفون ديال اكرم ديك الساعه وانت اول واحد دير دار من لوطوط في لوطوط اول واحد ضرب الرومبو دار اذا لا الله اعلم طف طف اكرم ديك الساعه دار لي رومبو قال لها عارف ولكن شوف انا ماشي انا ناقص لي الشراف لعب في قنيطرة اصلا كانوا فيها لعابة مزيانين وكان الجمهور ديالها واعر ولكن فين تشوف انك خرجتي من واحد الفرقة وجاك تليفون واحد الفرقة الغريم ديالها لا تعيش واحد الاجواء بحال هذيك نفس الاجواء اللي كنتي فيه راه مو تنطلب منهم الاعتذار واخا حسن لي الشراف تلعب في قنيطرة والله بيان سور بيان سور صراحة قنيطرة قنيطرة بلاش كتزهر القضية شوية فلوس لعيبات ضروري شويه كانت تتحرك شي شويه ديك لابيريود كاع لقيت قنيطرة بلي كنلعبوا حنا دائما شوف قنيطرة ديك الناس ما عندهمش اوبجيكتيف كبير مثلا هي فرقه كبيره ولعبوا فيها لعابه كبار ولعبوا عطات ليكيب ناسيونال لعابه كبار غير بغيت نقول لك زعما الناس اللي تيزدو ما عندهمش اوبجيكتيف كبير محدودين واحد الوقيته كنا مع سمير يعيش تحيه لسمير يعيش وصلنا كاتريام كيسيون بلي وصلنا كاتريام صح كنعرف كاتريام تلعب تلعب تكبر لوبجيكتيف ديال الفرقه تلعب لافريك تلعب هادي تلعب وما بقينا لقينا حتى واحد اصاحبي هذا هو المشكل حتى شي واحد ما بقينا لقينا حتى واحد ما يموتيفيك ما يقول لك مزيان اصاحبي وجيت تموتيفي الفرقه باش سميتو فهمتيني انا ما فهمتيني من بعد تبقى تلعب بالصوفي المانتيان صافي عندهم ناس صوفي المانتيان ما تتكبرش يعني المشكل المشكل ديال المسيرين يعني ماشي مشكل ديال مثلا ديال الجمهور ولا ديال اللعابه المشكل كاين في المسيرين ما تكبروش لي زوبجيكتيف ديال الفرقه فهمتي تكبر الفرقه تكبر فهمتيني تلعب على شي مسابقات المهم الفرقه تكبر بصراحه هي فرقه كبيره كانت عندهم فرقه ديال واش فهمتيني هي فرقه كبيره ولكن اللي غادي المسيرين ما باغيش يزيد يطلع بالفرقه ما كاينش العوين يد وحده ما تتصفقش فهمتيني ما انت بوحدك شاد فرقه كل شيء من عندك راه ما يمكن صح صعيب فين هما الناس اللي يكونوا معاك ديال المدينه تلقى هذا الشيء تلقاهم حتى تطيح الفرقه
باش ينوضوا بانوا في كانت فرقه مقله واش فهم جرا هذا هو المشكل اللي طرا لي هذوك بانوا في هذه الوقيته فاش كانوا كاطريام وجاو الناس وعاودوا وتيبوا اللعابه دينا يقدروا يمشيو يلعبوا في افريقيا او حتى يطلعوا حاجة اخرى وكان فريق اخرى عاوتاني فهمتي يقدروا يكونوا وصافي من بعد التالي راك عارف التالي العام كل شيء راك عارف انت صايبوا صايبوا هذه النقطه راه مهمه حيت كان العام ديال يمكن المره الثانيه ديال القنيطره قبل ما تمشي البركان كانوا كنتي جلستي مع الناس ديال المسيرين باش على انك تجدد هنا هذه النقطه اللي خاص الناس يعرفوا على انه في ديك الوقيته اتهموا الترابي على انه ما بغاش يجدد من الفرقه جاو اغراءات ديال الفلوس وسمح في الفرقه وهي في واحد الوقيته اللي هي صعيبه وما عرفناش ديك الوقيته شنو وقع بالضبط لا ماشي دابا كانت عندي فان كونطرا دابا ديك العام سالينا هو في ديك العام لنا المهم كانت فرقه مزيان ودابا عندي فان كونطرا دابا شنو اللي وقع هو دابا الناس ديال القنيطره قالوا انهم بغي يديروا مثلا تشبيب الفارق فهمتيني دابا انا واحد ريح معايا واحد تريزوري ديال الفرقه انا كانوا عندي 3 اوفر كانت عندي بركان وكانت عندي اكادير وكانت عندي اس في حيت كنت في اس في ومشيت للقنيطره كان اتصل بيا الرئيس قال لي واش ترجع واش ممكن ترجع تلعب معنا وهادي غير ما تفهمناش مع المهم ترجع لك هذيك جو بونس انا بلي ريحت مع السيد ديال القنيطره قلت له انا ما عنديش مشكل غنزيد في القنيطره دابا ولفت القنيطره مدينه القنيطره ما عنديش اوكان بروبليم نزيد في القنيطره هذه فرقتي يعني غنزيد معاهم وهادي وطلبت لهم والله العظيم طلبت لهم قل باسكو القنيطره كعرف الخزينه ديالهم عارف انت شنو عارف انا عارف سيتوياسيون طلبت لهم قل ما طلبت الفرق اخرين شحال كانت تسعى العام تقريبا انا كانت عندي اوفر 80 اللي عندي اوفر فرق اخرين وقنيطره طلبت لهم 50 انا كسرت 40 وطلبت لي 50 قلت لهم 10 زعما نزيد معاكم انا الفرقه ديالي لا داعي نبدل الاجواء وسميت ومرتاحيت في الفرقه ونزيدوا ضحيتي بواحد الجانب ما عنديش مشكل فهمتيني وكان ديك الساعه هما بغيو يديروا التشبيب صافي بلي جا عندي هضر معايا قلت له ودي شوف انا راه ماشي ضد التشبيب راه مزيان التشبيب فريق وهادي راه مزيان غير داي لي زيكسبيريونس باش نعرف شنو وقع في التيران التيران راه دري صغير راه ما تكبش عليه كلشي واش فهمتي انا ما فهم والو غيجي غيكبر عليه الماتش خاص اللعابه لاعبين الماتش واحد الوقيته راه سعيد غادي يقول لك راه واحد الوقيته فيها تشك عليك الفرقه راه خاصك تسوفري راه فريمون خاصك تكون تعب فهمتي حتى تدوز واحد مع واحد الموجه واحد الموجه جات تدوز فهمتيني سكي في الدري صغير ما غاديش فهمتي قلت لهم عطي شوف اسمع بروفيزون قلت له ودي شوف ما تفرطوش الدراري انا مثلا الا بقيت ما تفرطوش في الدراري ديكسبيريونس باش ما نزوجش نزوج الاعصاب وحدنا هنا صافي من بعد مشى عند الناس هو مشى عند الناس اللي رايحين صافي قالوا لي راه طلبنا بزاف الترابي 50 بزاف ولا 16 والله الا هي راه كانت 40 والله خويا 16 وبغيت نكمل وحق الله العلي العظيم صافي من بعد قلت لك كنت نسال دوزيام طرونش سميتو قلت له غير عطيني دوزيام طرونش ونكمل معاك مثلا لا دابا هو لقيت فاش عطيني دوزيام طرونش بلي قال لي صافي راه بغي يديروا التشبيب كان جاني اوفر ديال بركان اييه مانجر ديالي عيط لي سميتو مشيت سينت صافي مشيت وقع سينت عيط للسيد قلت له انت وشويك ديالك المسائل ديالك انا عطيتك بركان والله يسهل عليكم ونتمنى لكم بون شونس زعما في الفرقه زعما داك التشبيب وديك الخطه اللي غادي نديرها هذا ما مسلكش المشكله ديك الخطه اللي داروا هي اللي طيحت الفرقه وديك العام طاحت اللي طاحت والله العظيم قلت له في اتونسيون قلت له شوف راه لداخل التيران راه نقول لك المسؤول راه ما عارفش شنو كاين التيران لداخل تقدر تفرج من التيران الفوق ولكن شوف الداخل راه نحل اصاحبي راه الله خويا المشكله انا فكر نرجعوا دائما ان بعض المرات المسلم كيكونش فاهم الكره فهمني صاحبي كيكونش عارف شنو وقع في التيران التيران راه مشكله صاحبي وكتجيب بعض المرات واحد الافكار ديال واه صافي حوش حنا بقاو ديما نلعبوا بهاد اللعابه فهاد اللعابه ولا حكم الفرقه اجي نطلعوا اللعابه ولكن راه خلي اللعابه اللي كادري ولا اللي كادري دوك لي جو اللي باغي تطلع انت الاكسبيريونس خينا بي الاكسبيريونس مهمه في الكره الاكسبيريونس دوين على اللعابه القدام ضروري تلقى لعابه اكسبيريونس زعما اكسبيريونس زعما تيعاونك اصاحبي راه بكلمه واحده تيبدل لك صح فهمتيني انا فهمتيني تيعاون الدراري مهمه في الكره مهمه بزاف مهمه لكن توقعوا لك طرائف في قنيطره هي في اي مدينه مشي لا ولكن سمع قنيطره وقعوا لك مشاكل كاع ماشي
وفي ممشي أشوف في ممشي لك المغرب في ما في ما تحط في ما تحط لك أصحابي شوف لا أحاول تبعد أحاول متبعد شو يرزو هنا خليك بعيد خليك بعيد أصحابي شو العقل دي التاس دل جهن أنت كنت قبيع في تيران بزاف شو أنا قبيع في تيران أشوف دابا راه لا بريسيون أخويا اخويا انا تنبغي ندوز السيمانه مزيان وخصني نكون قبيح اخويا كنوقع واحد المشكل في ماتش ديال الوداد فكرتيني في هذه القضيه ياك مع شي صحافي ماتش كاس العرش ياك ربح شو يمكن جو بونس كاس العرش ربحنا وكانوا شو كوفره يمكن بورواس يمكن رشيد واش بورواس واش ابرباش ما عرفتش لا بورواس كوفره بورواس كوفره ياك اش وقع اخويا داك وشوف اخويا انا شوف انا كنت تنبغي نلعب تنبغي دغيا نديش مع الفنجيري خصني نزيد فعلي طيب ميسيو امبوسيبل سالات صافي ربحت الله يعاونك فهمتيني ما تكثرش الهضره بزاف فهمتيني وصافي اخي انا خارج الويد كاين الويد كاين ديك الماتش ما خسر وانا والله الا هز الصاك ديالي غادي اخي سعيد غادي شباب كيعيش ديك الساعه بخير انا كنربح انا غادي مع ولعبنا ديك الماتش ضام البريم مدخل البريم ولعبنا في سله كنت ندخلوا في سله ما كانش تيران تيدك سله معلم كتب سله صافي قص شي واحد ما تنعرفوش انا ولا ما تنعرفو قصو ويقول لي الترابيه بشويه درت بحال هكا قلت له اسمح لي ويقول لي انت ماشي تنقول لك عاد قول لي اسمح لي وانا رجع عندك معاك اخويا شنو بيني وبينك صافي نزيدو سبق لي واحد بيش كنت شوية سنتصرع أخوي ما كانش العقل والله ما كان العقل وحق الله سنعتادر والله لا سنعتادر وحق الله ما غير دم سخون فهمتين أخي وما ورا مارش راح حسن العوان أخوي راه الكورة صعيب ويقول لك بريسيون اجبتنا صحابي يمكن وداد يمكن داك الشيء علاش يمكن والله ما ويمكن ودادي انا ودادي راه اكثر من ودادي راجع انا راه ولكن قديت الامور من بعد ياك ما مشات لا 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 قديت الامور معاه طلبت له السماح وريحت انا وياه ودوش انا وياه بصراحه تو تفهم الامور فهمتيني بلي شرحت له هادي صافي دازت الامور سير البركان ماذا وقع في بركان هذيك العام غيبدلوا العاب بزاف يعني كانوا جابوا الطوسي من بعد كان مشى هذيك مشى سميتو وجابوا كان لعب معك انت الناجي بكر لا بكر ما كانش لا الناجي محمد عزيز عزيز كوناطي كوناطي اخويا ليوي عطيك كوناطي انت ب 47 اقسم بالله ما تضحكش الله يا والو كوناطي تعرف الجميله غتجي من مالي غتجي ماشي من لينا ملي كتجيبوا لي الصباط ديالو انت اخويا حتى والله العظيم الا كنتك كانوا جوج كانوا ديك السيله ديال المسيره ديالو كنتو شحال كنتو مسله واش ماتي ديك السيله ديما تخيطوا لي الصباط تقولوا لي طرف تيجيو الصباع انت عايلو تزيدوا لها باش يديروا لي بركان العام الثاني عم تاني طوسي انت باغي طوسي انا باغي طوسي طوسي يا عزيز راشد يا راشد عزيز علي راشد حنا زعنا كاملين صراحه الله يعمرها صراحه دريويش القاب وزعما صراحه بيصير من انا كتعجبني العصبيه ديالو من كيتعصب وحكى الجل شي موت الحكم شوف هاتي عزيز علي حك صافي لعب حق بصح حتى السيونس في لونطري ما يوتش تدوز فيها الكره فهمتيني طالع انتما طالع انتما كيفاش كنتو تطلعوها مع صافي تلعب 11 كونتر 0 عمرك ما اصبر تا والله تترجع والله ما ترجع والله تترجع والله يحشوها تموت تموت تا كيفاش حداش كونتر تموت صافي موت دوز دوز على حسب هذيك بحال قال لك الوقفه كيفاش تدير البلاصه بلا كره الله عرفت على الزيمو قلب الخوا شنو اكثر حاجه كتفكر مع الطاوس شي حاجه ما تزاج مع الطاوس وشوف راجل تيموت على الحكان واحد النهار لاعبين لونطر ونحل في فرقه ماشي شنو خاسرين ثلاثه الماتشات وبركان خسرتي ثلاثه الماتشات
بركان شوف صراحه بركان كلشي مباراه باش تعرف انها فرقه بروفيسيونيل من ديك الساعه ديك الوقيته من ديك الوقيته الصراحه كانوا جوج في ذاك الوقت هما والفتح كانوا هما والفتح ولي فار لا لي فار لي فار من زمان لي فار من زمان لي فار راك عارف لي فار داك الشيء نورمال صراحه وكنا كنا كنا خسرنا شي ثلاثه ما بديناش مزيان العام الثاني ما بديناش مزيان وصافي نطر ناس كعرف نحل سميتو واحد لاعبين واحد الماتش كونتر جو بونس كونتر اسفي باش نترينوك بحال هكا انا كاش يلعبني ما كانش يلعب واش الدوري ما لعبش تلعب في النحلال سبحان الله انا ما لعبش زعما والله ما نكذب عليك كارير ما تلعبش مرتاح كارير ديالي وقت النحل بصح ما كاين صداع دخل صداع تيدخل ترابي والاول نقي انا قلبي انا جيني انا ولدي كنوقع لا صاحبي لعبونا تحنا شويه تحنا شويه لعبونا في الضو معاكم شويه احنا نحل كلشي متكي عليك الكوميتي من الفوق على الجمهور على سيدو رشيد قنيلي والله لا مدرب ما حاملكش انت غتلعب ناري ناري ايوا الفرقه ما لعبتش والله حتى لعبت بالله الحليه تجي تنتسنى اصلا تنهز عليا اللعب تنتسنى له حليات تنتسنى حتى انا فهمتيني حتى لعب اخويا بغيت لعب لعب الله يجزيك موج معاك نتا انا نتسنى الدور ديالي نتسنى الدور ديالي كما قال سعيد هادشي تعلمنا من الناس الكل الناس بداها جيني خدتي لونطريم وصافي دخلنا وعرفتي رشيد رشيد فين تكونش النتائج تيكا شوف اللون ديالو تيتبدل هادشي تيتبدل تيصفار والله الا تيصفار مريض تيتبدل اللون صراحه هادشي وصافي لاعبين بحال كالونطريم واحد الكره شاده بكر و تيقول قدام 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 لعبيه قدام وانا تنقول بكر لا اخويا لعب لنا اللور اخويا خلينا نحلو عطيني نعطي لاكس لحدايا ونحلو شو هو عزيز الحكا سعيد يديها شي اللي بغا نشوفو سعيد كلشي قيس كلشي قيس اخويا ويوقف بكر يقول لا عطاني قدام المهم لعبنا دابا لعب طويل لعب لي قدام اخويا قال لك قال لك قال لك ضيع تما نعطيوها لهم وسير عندهم ونديوها لهم تما ونمشيو لهم خطه كاف ديال خطه 11 كونتر 22 شوف زين نورمال بريسيون تاخذ الجمهور تا هو شي فهمتي التكتيك ديال تبدلوا صافي فهمتي بريسيون راي راي تلف لك المشيه تلف لك والله تلف لك راه باص المدربين اخويا الله يرحمهم المهم لقيت وجهي عندي راشد بحال هكا قلت له قال لي يوسف انا باغي نحك الجلده ولكن ما عنديش القوام قلت له واخا ما كاينش القوام انت عزيز عليك الحكام ديال الجلده زعما خلينا شوف نورمالمون لك شي بروفيسيونيل تطبق داك الشيء تيقول لك اونطري غادي نقول لك كلير فهمتي غايقول لك لعبها قدام لعبها لقدام هذا هو البروفيسيونيل انا الجور تياخذ لي كونسي مع الاونطري اونطري تيعطيك شي حوايج اللي فهمتيني اخي سعيد انت زيد من راسك انت زيد من راسك ولكن داك الشيء تيقول لك ابليكي له لا سي نورمال ما ابليكيش ما جاي غتريح ها هو هذه ها هو دوز دوز ها الماتش ديال اسفي جاش درت ربحنا ربحنا بواحد زيرو رجع اللون الراشد الحمد لله والله اللون داك هو ربحنا ضيت زينك صافي راشد ربحتي لي باش يعجبك فريمون صراحه تحيه للراشد الناس صراحه طالع تيتعامل مع الجمهور اللي تيكونوا تيكونوا مع زعما قد قد المسؤوليه تيتعامل صراحه تحيه له زعما بصح تحيه لدوزنا معاه صراحه دوزنا اكسبيريونس زوينه صراحه لعبتي معاه في المنتخب ولا في ليكيب ناسيونال المحليين وفي الاب صراحه مدرب فهمتي كما قال يوسف ود الناس فهمتيني واحد نرى في داخل ليكيب ناسيونال كان مع المراني راه عاودت عليكم ودير لا ليست ما عرفت باش مع ليكيب اب ليكيب ناسيونال وتيعطي في لا ليست دخل ديفونسور وما قالش المراني قلت لي المراني شو ما دايرك الواقع يزرعني في الميليو مش الميليو عرفتي الميليو عرفتي الميليو الميليو تنتسنى انايا وتحيه للمراني تنتسنى عرفتي قال بالهندا قال بوصوفه طنطن في الاخر يقول سعيد فتاه ويقول المراني كاين كاين شوي ويقول نشوف راسي في لاطاك فهمتيني داير في لاطاك ما قالش المراني صافي المراني يجي الصراحه ما كانش هذاك الانسان اللي متيكا تيبقى فيك الحال ليكيب ناسيونال اخويا نبيل هي هي الفلوس بصراحه من غير الفراقي فلوس ليكيب ناسيونال تمينا جايين وكان دار شي ندوه صحفيه الطوسي وقال على المراني راه عنده اصابه وداك الشيء قال لي المراني واشو دابا هو عتنا فمو
رويت لا كانت عنده شي حاجه المراني خفيفه هو فين دابا طوسي عارف خاص يكون لعب اب كامل فهمتيني 100% موجود لا ما كنتش واش بتلعبش المراني قال وعدني في المدافعه وطلبنا على الطريق في لوطوروج ماشيين بالليل انت ما كان المراني قال يا اخويا تلفت اخويا وليا قاضي النهي راه واحد النهار طاب والله تحيه لسي رشيد تحيه لمراني مراني واحد كان عزيز عليا يلاه خرجت واحد كات كات جهز لي التخاريك ديال البال عزيز عليا المراني انا عزيز عليا بزاف ما صافي الناس الله يعمرها تحيه ليهم ولا ديفونسور اللي دازو ديال الخبز كانوا كتقولوا صراحه كي داز ليكسبيريونس يا ويم عام واحد شكون لقيتي تما الركراكي كان وليد الركراكي وليد الركراكي دونك تري شحال وليد الركراكي تحيه لوليد الركراكي لعب مع وليد من المدرب الكبار مدرب لا مدرب كبير صراحه وانت انت كتبوا على مدرب كبير واش دابا لانه دانا الدومي فينال ولا ديك الوقيته اللي لعبتي معاه لا لا شوف هو من ديك الوقيته من ديك الوقيته نفس لي برينسيپ اللي كان تيخدم بهم في سميتو خدم بهم في ليكيب ناسيونال بصح بحالاش نفس شوف هو بدل ما تماركيش هو متماركيش هو متماركيش كيما قال يوز حتى في مشى للفشل قال كل شيء موفر ليه حتى داك حتى هذوك فهمتي لي تيران فهمتي كل شيء موفر ليه البريمات في الوقت هذه ما كانش شي حاجه اللي بحال مدرب جاي داخل لواحد الفرقه وتلقى النصف الفرقه ما واخدش فلوس عام ولا عامين هذه تكون صعيبه على اي مدرب كذب عليك كذاب في تجي تلقى اللعابه كل شيء موفر ليه المسائل ديالو صافي راه عنده التيران خاصو يبين لك شي اللي عنده وانترينور تكتيك موفور لا بزاف وليد كان معنا مع الطوزي مع الطوزي بن محمود وراشد بن محمود تاكتيك موفو زعما يوقف لك ما تدخلش فهمتيني اخويا يوسف حتى لو ميساج شي وصل للعاب شوف يدخلك فيك العافيه شفتي عطاك مثال مع الوداد لا مع الوداد لا مع ليكيب ناسيونال قبل من الماتش كيفاش يهضر مع اللعاب كيعرف يكومونيكي الكومونيكاسيون واعر كومونيكي وجبد منك الماكسيموم بحال شكون كيقول اشوف يجبد منك ماكسيموم اش كيقيسك هنا في المشاعر اش يدخل معك مسؤوليه فهمتيني ولا ما فهمتيش عطاك المسؤوليه زعما تيقول لك فهمتيني انت الكومينيكاسيون ديالو راجل ماشي شي واحد اللي فهمتيني وكتحمل المسؤوليه عليه تتحمل المسؤوليه فهمتيني كاين عليه مع الفتح هذيك النهار واحد النهار ما كانش دار شي ماتش مزيان قال لهم انا اليوم كنت خاري لا هو كان قالها هو اللي كاين تيقولوا عادي انا باش عارف المدرب هذا راه يعني خداها وحيد اللاعب انا كنت خاري شي بروتيجي اللاعب لعبت ديما بروتيج راه احسن راه هي احسن حاجه هو المدرب يكون شي بروتيج اللاعب يعني حتى في الماتشات الاخرين تبغي تقاتل على قبل هذيك الكلمه اللي قالها لك صراحه واخا انا ما لعبتش مع دي ماتش ربحت الماتشات اللي لعبت بتاعك الحمد لله الحمد لله كان العام ديال الشامبيون ولا العام لا ماشي شامبيون لا العام اللي موراه لا لا اللي موراه ماشي ديال الشامبيون علاش ما لعبتش بزاف كان عندي واحد لابليسير في الجلية شوف انا بعدا هلكتني لابليسير باش نكون معك واضح في الكره راه من قنيطره شو الركبه ولا شنو الركبه لا قلت على كان مواجه انا راه من قنيطره استيتو شادك تمام عاونك ديال القنيطره هو اللي كان مع السانتيزي هو اللي خرج علينا خويا سعيد هذاك خويا السانتيزي كان خرج على الكره هو خرج على خرج على شي ضربه تكون عندك شي 50 دار تنوض صعيب زعما الصراحه الله نقول الله يسمح لدوك الناس اللي جاو في ذاك التوقيت ديال 2007 بحال هكا اللي جاو داروا المغرب كامل سانتيجي الله يسمح لهم خرجوا خرجوا على الكره حتى في الفراجه خرجوا لينا لان كانت كوره وهذا ولكن داك السيتي كيخيب الماتشات لا ديال تطوان لا ديال القنيطره لا ديال كان داروا تقريبا عموه كانوا كيكانوا شي تيران لا دابا المشكله خويا نبيل كما قلتي راه داروا ولكن في شي تيرانات داروا سانتيجي مزيان فحال تيطوان راه كان عندهم واحد مره بحال ولكن اخويا سعيد هو مزيان ولكن اخو سانتيتيك من بعد التعب هو مرقم هما كانوا كيجيبوا ديك لاكاليتي جيب سانتيتيك ديال الانجليز مرحبا باش كيلعبوا الانجليز حتى هو راه سانتيتيك ولكن الكاليتي هذاك غازو هادشي تزر بعد كيجي كيتحط وجيب لي الكاليتي الاول انت جايب لي اربع جايب لي ديال 30 درهم الساعه او كيبقى كل الحبيبات يبقاو يطلعوا معاه خاص يجيبوا لك الشاميه اللي فطوال اسمعي الخو حط لك واحده واه باش تركي تحيد الشاميه واعره واعره قلت لي طرفه من البوق ومطراسي هذيك الشاميه يا سلام تجي لك مشكله خاصك 4 ايام لا شي ماتش خاصك 4 ايام صح مساج وروينا ولي بليز مشكله ماشي بحال الغازو حتى لابوي ديال الغازو تتكون مزيانه انت يا فهاديك لابيروديه فين كنتي كتستعمل البراوات انا داك خينا بالله يخرجوا عليك هادوك انا كنلعب براوات
انت شنو كعد بدا انا مره لعبت بهم اخويا يوسف لا كان عندي كان عندي مينوس وكان عندي هذيك شيكاك ديال العظام ديال العظومه هذيك الماء ما كاينش ما دايز لا ما كاينش ديك بحال طات الجرين دوتها هو تاع الطيف جرين انا راه من كنا نتا هو تعذب كنا نجربها مشيت بركان بلاص ومشيت المهم برايف تلعب ما نكذبش عليك ندخل دائما باندا هنا باندا هنا باندا المهم ندخل تنتقاتل مع خوتي فهمتيني اللي يلعب معاهم تنتقاتلوا الجميله ندبروا الجميله ونزيدوا هذا البونت هذاك البراوات كانت يعني الطبيب كان كيعاونك انه لا نبيل دابا طارق هذيك البراوات بحال شي لعاب تيكون يكون معول عليه المدرب هو اللي كاين عنده واحد بليسيون طرات لي انا واحد النهار مع الراجا معاد فلاشوفي ديالي عشان نقدر الدكتور العرسي تقوم لي فلاشوفي ديالي لعبت بها الماتش ولكن هذيك مع الوقت هادشي تحيد هذيك المده تنوض عليك او شي بحال البنج بحال شي بنج اللي غير رجليك دير موضعي تما كيدار باش لا خي لا شي 30 برا داك صعيب 30 برا كنت كتقوم بوحدك تمشي عند عرفتي تقول لي هو صغير الطبيب ديال الفرقه راه ما يبغيش عرفتي صعيب غيمشي يقول لونطخينو راه موعد وهادي ما تلعبش فهمتيني خصك تلعب باغي تلعب فهمتيني باغي تمشي تندقاو تنجي صافي حزم رجليك مزيان باندي مزيان صافي ودخل صعيب راه هادشي راه كيشوفوا الناس كيشوفوا حوايج وكيجيو وخويا شوف انت تتكون باغي تلعب صافي شي حتى تكون فيك هذاك فيك ديك باغي تلعب فهمتيني وبالاخص المره تطيح في الفرقه تتكون صوفي خاصك تعاونها خاصك تدخل اصاحبي باش فهمتيني ضروري فهمتي خاصك حيت لا طرات شي حاجه وهبطت الفرقه غتحسب عليك حتى انت تولي مضروب على الفلاكارير ان فلان طيح الفرقه ولا تبقى تبقى انك دائما واحد التاريخ ديالك كتغامر وكتبيان ما عندك ما دير هذا هو الضريبه ديال اللعاب شوف ضروري تكون تلعب كره لا بلوس سير ضروري هذه عود عليها فهمتيني وكاين اللي كيعرف يتعامل معاهم كاين اللي كيعرف يتعامل وكاين اللي تشدو شي بليسيون تحبس له كارير كاع الحمد لله راه ما حبساتناش كملنا جرينا واحد شويه كاين اللي كتقدر صافي لا تحبس كاين لعاب انت راه من ورا تطوان وكثر الان بليسي وزعما واخا بليسي ما تنتخباش ورا بليسي ندخل بليسي اي ولا كي راه نموت معاك فهمتيني ولا ما فهمتيش غادي نخرج عويم في الفتح ياك بعد تطوان جاء الى الحمامه البيضاء ذهب الى الحمامه البيضاء تطوان دوز في تطوان كنضر شي دوزون دوزون عامين ما كملتش معاهم عام ونص من بعد تما فين تلاقينا عقلتي دابا بصراحه يوسف ديما تيسير ساكت مع اسطاري في واحد النهار واحد النهار سعيد غادي وندير له طنطن ديال انا قلت له سعيد مي غادي سعيد غادي شي سعيد دير لي واحد القب القب تمشي فين لا سعيد البرد لا ماشي فين صح مع البرد تما ديال القب غادي لقيت عليها من سعيد بصراحه كيفاش كطوان اكسبيريونس مزيانه صراحه ومدينه زوينه وناس زوينين بصراحه بلا ما قولوا هذيك المدينه والله يا خويا راه من احسن المدن عندنا في المغرب لا ناس كيفاش يتعاملوا معك لا في النقه ديالها لا في العقليه ديالها ما شفنا منهم غير الخير بصراحه صراحه صراحه الناس يبغيو الكره تيبغيو على الكره وتيفهموا في الكوره ماشي ما تمجيش عرفتي علاش تيتفرجوا في الاسبان شي موت على بارسا بارسا والريال وما واحد كيطلع على الصبا اليوم هادشي موت شوف ما تدوزاش عليهم واحد القهوه تما كيمشيو رايحوا تما كيحطوا فيها الله يما تدوز التحليل التقني والقهوه شنو حدا الفطور هذاك الفطير الفطير صراحه مشكل خلى لهم كيدير البيض تما طوطيه قال لي واحد اللعيبه مزيانه في تيطوان يلا مشيت لتيطوان سينيت وكل شيء تيقول ترابيش كبر زعما زعما بليسي اجي تسناوك نلعب الماتش الاول اجي تسناوك صافي غاتكون شوف الناس غاتكون فيرمي صافي تيقول لك بيب عليك بيب عليك بيب عليك فهمتيني ولا ما فهمتيش بينتي لهم الماتش الاول لا ضروري اي لا صاحبي ضروري يعني تلاقيت انت وداك الشخصي تما يا عبد الواحد عبد الواحد تحيه لخويا عبد الواحد وي فاش غادي في تطوان مزيان توقع واحد المشكل تفاجئنا احنا كاملين كنجيو كنلقاو في المواقع وفي الصحافه باللي راه الترابي دخل المستشفى الامراض العقليه شويه قتلوه
وديك شويه مال وشويه على خاطر والله لحسن الحظ والله الا الصراحه يوسف كنت تسمع لي اخويا نبيل انا كنت تماك وسمعت هذه الهضره وتفاجئنا فهمتيني ولينا تنسولوا ياك ما طاري لي شي حاجه اخي كما قال نبيل بزاف ديال الهضره فهمتي لاعب ديك الساعه زعما دير ماتشات لاعب لحسن الحظ يمكن حنا ديك الساعه كنا في الراتو كنا في تواصل معاك يعني كنا مع عبد الواحد وبعد كندوي مع طار قال لي لا راه ما كاين والو راه لي استوار ماشي هي هذه راه كاين شي استوار راك عارف تعويلات لا الشخصي فاش خرجت ديك الهضره والوحيد صراحه اللي راجل الوحيد اللي راجل صراحه شوف كلمه ديال المعقول هذاك السيد من ارجل الناس اللي شفت انا في حياتي حتى الوقفه اللي وقف مع الترابي في ديك الوقيته ما غيوقفاش اي واحد كان كيتواصل يوميا معانا كيقول لنا شوف السيد راه في لوبيتار ما كاين لا هذه لا هذه راه جاه تسمم شي حد دار ليه شي حاجه في الماكله راه اللي وقع راه كان كوما مهم الهضره قال لك يقول لك انا دابا التقرير باقي ما خرجش حتى داز تقريبا ما عرفتش شحال ديال المده وفقتي من لا الحمد لله شنو كان وقع ديك شوف كان النهار مشؤوم داك النهار في حياتك ولكن الحمد لله باس دوزنا داز الحمد لله فهمتيني غير انا دابا صحيح الحمد لله بالصحه واش كتسمم ولا شكون كتسمم مشيتي ولاست شويه وهادي ومن بعد تحيه الناس زعما ديال تطوان وقفوا معنا صراحه لا جميع الناس في تطوان زعما وقفوا معنا وعلى سلامتك الله يحفظك زعما الصعيبه وعلى العائله بيان سور غدو شويه صعيبه ولكن الحمد لله يا حنا كاصدقاء اخويا نبيل وسمعنا وبقى فينا الحال باش ولكن كبير اخي ولكن الاديه واحد ادي شي حد وشوف شوف خويا طارق حنا انت عارف المغاربه حنا معروفة عندنا من زمان تيقول لك نهار تطيح البقرة تكتروج جناو حنا بنادم هضر على شي واحد اللي تكون مأكد منه فهمتيني بحال نهضر على يوسف انا شفته بعيني ولا مأكد ماشي لا ولكن حتى ندير لك شي حاجة ناديك من انت كتشرب معايا وكتاكل معايا علاش اخويا طارق الطعام وندير لك شي حاجة حنا كبرنا بحال هكا حنا نية حنا تريحوا مع صحابنا بزاف وتنخليو القهوة ديالنا او تمشيو تنجيو عارفو ما يقدرش ياديك ولكن لا بنادم خاصو بروتيجي راسو بحال هكا يعرف مع من مريح ويعرف مع من بارك خاص الدنيا صغيرة واخا كاين الله راه باقي راه وراه كاين الله لا اله الا الله خصو يحترم بنادم يحترم الخطا ديال بصح انت كنتك لا ما شوف انا انت تعرفوا ولي كان عندي ما كنتش عرفتي علاش اخويا يوسف هادشي مزيان حتى دابا كاينين الدراري صغار طالعين الدراري صغار كيتفرجوا تكون عبره يعرفوا شنو كيوقع راه كوره هادي كاين ماشي صراحه كاين الحسد كاين بنادم يتبعك اي حاجه اخويا راه ماشي في اي حاجه انا نقول لك واحد روبورتاج مشو البارح اخويا وحق الله في واحد اللي حين في فيسبوك ديال واحد السيد والله الا بقى فيه عنده واحد ولده وبنتهم بحال اللي قلتي بحال يتسطاو وهذيك البنيه عنده تبارك الله زوينه باقا تقرا وبخير فهمتيني وعجبني بوم بصراحه بوم بقى فيا ماشي من داك النوع اللي مشى قال لهم ندوم ما الصحه العقليه ونخليهم ولا بقى محتفظ عليهم وطلب الناس باش يتعاونوا معاه وداك الشيء حتى هما ما عرفش جاوا من المدرسه جاوا كما ذكرت هذه النقطه مزيان العين يعني ما تعرفش فهمتيني تنطلبوا من الله سبحانه اللي كنتي ادي خو المسلم محشومه راه الله الله يهدي هاد الناس النقطه مزيانه خرجتي فيها ديال الدراري ديال كاين دراري صغار كيتفرجوا بنادم خصو فريمون خصو المهم كما قلت انا بنادم يعرف مع من تيمشي ومع من مع من سميتو وبالاخص خاص ان جوغ دو فوتبول شوف خصو يكون لونتوراج ديالو محدود قليل الا بغيت تنجح في الكوره شوف انا ماشي نجحت في الكوره بزاف انا لا الحمد لله درت كارير اللي الحمد لله نو ماشي نجحت بزاف المهم كارير متواضع فهمتيني دوز واحد كارير متواضع كارير اللي الحمد لله التسميه ديالك تنقول مثلا اللي بغى يوصل مثلا في الكوره حنا درنا اغلاط حنا درنا اغلاط عادي لعب تيكون لاف صغير تيكون سي نورمال يكون اغلاط ولكن اللي بغيت تنجح في الكوره وتكون مزيان لونتوراج خصو يكون صغير بروتيجي راسك بروتيجي راسك كيما قال لونطريمون مع كلا الناس لوبجيكتيف فهمتيني بنادم يخدم على راسو مزيان باش يوصل باش يكبر بصح باش يكبر فهمتيني ولا ما فهمتيش اما تبع شي حوايج اخرين راه سي نورمال ما غاتكونش شوف سوايا شوف هذا الوقت اخويا يوسف هذا الوقت بنادم هذا الوقت لا بغى بنادم يدير راه كاين كل الامكانيات كاينه اخويا حنا راه ما تحناش في هذيك الامكانيات بحال دابا راه ما كراش دابا تنقص لينا واحد 7 سنين ولا 10 سنين نرجع نبدا راه مشكل
فري طبعا قد ندخل مع تسعود العشرة من الله ما نفوتها يعني راه كل شيء قدامك ولكن انت تقول الحمد لله كل واحد يدوز واحد الجينيراسيو الجينيراسيو بغينا نشوفوا هذاك الشيء اللي دازوا للعاب اللي قبل منا بحال تسمعهم ولعاب دازوا قبل منا ما لقاش اللي دير السبيطار ما لقى يعني تيبقى فيك الحال وسيرتو عطى الكره وعطى بزاف كاينش واحد الضمان اجتماعي ديال هاد اللعاب الحمد لله سمعت الفيدراسيو السيد الفوزي القجع قال لك غادي يكون من هنا لقدام واحد بحال شي الضمان ديال اللعاب فهمتيني تكون هذا الشيء اللي بغينا والدراري كما قال يوسف مزيان الدراري يسمعوا هذا الشيء والله خاص دابا كما قبيله ذكرت انا ولا كلشي خصو يرد البال في اطونس وجات تلعب كره خصك ترد البال فريمون خصك ترد البال تعرف راسك فين تمشي فين تريح فين تاكل كنت خالط مع من تضوي مع من ما تهضرش مع من فهمتيني هذا الشيء ما كناش عارفين حيت نقولوا لك بحالك زعما الدري هذا اللي كيسمع لينا دابا راه غتبع واحد الطريق اون باراليل مع الكره غير شي واحد الوقت غتندم على داكشي اللي ندم ولا تندم اللي ضيعتي فيه كورتك على حساب حوايج اخرى راه غتندم غتندم وزعما الصراحه بنادم شوف بنادم اخويا نبي راه كانوا الدراري كانوا يقدروا يمشيو بعيد راه بزاف ديال الكره ديال بصح وما دار والو راه رونالدينيو يا رونالدينيو راح يتبع واحد الطريق وي راه ما عطاش داكشي شوف كاينه بيضه بيضه كاينه كحله شوف اللي بغيتي وبنادم من هذا المنبر يدير واحد قدام عينيه واحد 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 الهدف ووالديه يدير والديه ويسمع لوالديه راه يوصل والله تي يوصل اما اسمع ولدي عندك ما تسمعش دابا بابا دابا انت يوسف دابا والله الله يسهل على اي واحد صراحه اللهم امين انا دابا انت يوسف قررتي على انك تحبس الكره مشيتي ارتاحيتي شويه قديتي الامور ديالك مع مالين الدار المهم انستاليتي راسك عرفتي راسك فين دابا فين شنو بغيتي دابا لوبجيكتيف ديالك وصلتي ليه دابا حاليا واش كتفكر على انك تدخل التدريب دير الدبلومات ديالك يعني شنو فاش كتفكر واش غتبقى في مجال ديال الكره ولا غتمشي لشي مجال اخر شنو شوف من بعد كما قلت لك وقع لي ديك سميتو يعني صراحه يعني كتبقى صعيبه وقت بيان سور صعيبه عارف في الصحه ضروري اغلى ما كاين في الحياه هي الصحه باش تكون معك كلير بنادم حتى تيتوصل له تيضر في الصحه تعرف ان صحته راه اللي تبغى صحتك يا يوسف اخويا تقول لا فلوس لا 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 والو ما تبقى تقلب على حتى شي حاجه كذب كذاب لا لعب لا فلوس لا والو تبقى تقلب على الصحه ديالك والحمد لله يعني تجاوزنا حنا بسلام وصافي بقيت اونتر فامي تعرف اغلبيه بقيت تندوز الوقت مع غير مع لا فامي العائله زين احسن حاجه عرفتي كما قلت لك بها جلتي مع الفراقي ما تتريحش مع لا فامي تتريح واش 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 نتايا وليتي كتريح مع لا فامي ولا ما بقيتيش باغي تيق واش تبدلتي مورا ديك القضيه وليتي ما قادرش تريح مع فلان وفلان بيان سور شوف راه قلت لك بالاخص هذا الوقت صعيب كانك مع من تريح دابا ولات القضيه شويه صعيبه انا بلي جاتني هذيك سميتو صافي نعزلتي شويه على عطات الوقت كامل لا فامي العائله فهمتي العائله سي فري وشوف ما بريف ما تلقاش شي حاجه من غير العائله ديال لا فامي ديالك عادي كاين شي واحد بغى لك الخير قد بيان سور كنت قد امك وباك ولا فامي العائله وبدون مقابل بدون مقابل بيان سور بدون مقابل وصافي الحمد لله يعني احنا مع لا فامي العائلات فهمتي مع الكره ما تريحش راسك انت ديما الساك ديالك ديما الكار واحد لقيت بركان ولا عايشين في الكار والله العظيم الا عايشين مع بركان بعيد انت لاعب لحد مسافر نهار الخميس تدخل لوطيل فهمتيني بيلا تجي مع المسافه وهذه ولكن الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله المهم اكسبيريونس مزيانه داز وحس لي زعما فريمون زعما حس لي الشرف انني لعبت في هذا الفريق هذا الفرق منجيني والله يا فرق والله العادي زعما حس لي الشرف بقاو لا شربات الفرق اللي بلعبوا لا هما جوج وما خلوناش ما خلوناك وخلونا قلنا لنا بيان جو حبسونا قالك حبس بارك عليك عندك الترابي عندك الترابي والسراج الكار اي مدينه كيمشيو لا كيهبطوا صافي سيدي انا كيعجبني صاحبي عنده شانطي كيمشي شكون هذا ما في ما يتحرك سيدي عنده سويطه ديالو لا بلاستيك سويطه ديالو لا بلاستيك من هنا لا دغيا سويطه بعيد ما شكرتيش ليا هذا البوكوس ديالي هذا راه غندير غديرو به اجي انا اجي الناس بابا نوت اجي تبان مع عمو مازال ما كملناش يا كون صابني طابلي الفتره دابا بعد التوقف ديال كره القدم قلت لك على واش ديال التواركه
من تطوان ومن بعد ما رجعتي صحتك ومن بعد وليتي اون فورم وقفتي على رجلك. جات الفتره ديال اتحاد التوارقه اللي سينيتي معاهم وكانت اول عام لك معاهم اول الصعود ديال الفريق للدرجه الاولى. من بعد قررتي على انك تحبس؟ اول شيء يعني صراحه نشكر الناس ديال التوارقه. تعرف ان هذيك كثر الثقيل والقاعده اللي وقع يعني راك عارف المغرب المغرب دغيا راك عارف هذاك الشيء. علاش كان مهم توضح اليوم هذا الشيء؟ لان صراحه الحمد لله يعني الناس ديال التوارقه تقوا فيا وناس في المستوى صراحه ناس في المستوى وكان لوبجيكتيف ديال ذاك العام باش جيت كان هو انه خصهم يطلعوا يعني كان خصهم يطلعوا. وريحت مع الرئيس صراحه قلت له شوف راه يمكن جا عندك وقيلة الشريف راه غنطلعوا غنطلعوا ان شاء الله الحمد لله. وربي سخر اخي نبي وربي سخر الحمد لله الحمد لله كنا اخدام الرباح فهمتيني. دخلنا لديك فريقة واخا قلت لك شويه لا بليزيور كبار تاعو الحواسين بيان سور نقاش لارغو كانوا تاعي اكسبيريونس سميتو الحمد لله يعني لوبجيكتيف تحقق. لوبجيكتيف اللي كانت ان الفرقه خاصها تطلع راه طلعت ودابا تشوف ان راه باقا. علاش ما كملتيش معاهم بعد ما طلعت؟ وشوف لاج لاج ولا بليزيور صافي انا عييت صراحه ما كنكذبش عليك يا لاج يمكن غير لا بليزيور لان لاج باقي شوف لا بليزيور لا بليزيور اخي نبيل فهمتيني. وجريتي بها بزاف شحال جريت منها جريت منها بركان وجريت منها الفتح وجريت منها فهمتني زعما شوف واحد البلاصه اللي صعيبه فهمتيني ومشيتي معاه فهمتيني يعني قصاص معاك الركبار مشات معاك ودابا ما غير رحموكش يعني لازمشي فهمتي شي فرقه خاصك تكون فهمتيني. واش نبقى انا مخبي ونبقى فهمتيني مشيتي تسيني وتخفلوس وتخبى لا ما فهمتيني صافي ما نقدرش انا راه موعات لا انا شوف انا راه كاين اللي كيدير هادشي انا كنت كاين موعات كل لاصطو تندخل تلعب ما نكذبش عليك صافي عييت واحد لا بيريود صافي ما بقيتش قدرتش صافي واشوف هي اون بريف غتحبس غتجيك واحد لاج غتحبس صافي قلت اللهم نحبس طلعنا ما سميتو نشوفوا حاجه اخرى. ختمتها يعني بواحد الطريقه اللي زوينه الصعود ديالك مع توارقه زعما الحمد لله كارير اللي دارت لك سميه يوسف الترابي اليوم معروف في الكره راموس ولكن دوماج الصاد حيد الشعر صاحبي راه يلا بغي يدوم راموس حيد الشعر حيدو هو لا 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 ما عمري ما تقلدت بشي واحد والله العظيم زعما قلدك هو لا مش غتقلد غيقلدك هو كارير تشامبيونز ليغ وما تعرفش شي نهار كيديس في كوم دي مون شي نهار ديس في الرياضيه لا سعيد كيدوي معاه راه يقدر تكون صيفط ليه ميساج فاش اختي لي كبير زعما في كمظهر باش بديتي وبالسيليجي عرفت راه ولكن التغييرات بلاد نمشي تغيير تاعو باش بدا هو هو يوسف طلق لي منيه دابا مابقاش كيجمع دابا ولا كياكل والحمد لله. انت كمدافع شكون اكثر مهاجم عندك ترافي شكون اللي ما تنساهش الصراحه ما نكذبش عليك زعما كنت عجبني نلعب تنبغي نلعب كونتر لي اتاكون كانت عندي واحد ستيل دو جو تنبقى نفيزي على اتاكون فهمتيني زعما عمر شي واحد محني حسيت راسي زعما تمحنت فريمون زعما تمحنت شي واحد صعيب شي واحد جاك صعيب اشوف كنت نقول بسم الله الله اكبر ما كاين لا صعيب ما كاين ضروره شي واحد والله لا كان شكون لعلاه وقلت عليه لا ولا الله كنت تكون انت ويا الفوق كان كيتكود هو ويا الفوق اذا طلعت له فوق ظهره واحد صح والله العظيم عرفتي عرفتي قداش تبارك الله تحيه للمصطفى قال لي ديما كنضربوا الفوق قال لي كنضربوا الفوق كنضربوا الفوق زعما صراحه لعبت ديك الماتش ديال لي فار اللي كنا لعبنا عرفتي الله ويقدي وي القدي وي مشكله ودوج فهمتيني اللعيبه كانوا كوستو اصاحبي راه ما كان عندك صحاب اللعبه ديال دابا الاتاك ولا تلقاها قداش شي لعبك بظهره والله إذا ظهروا شافي تدورك هكا يلا قاعد دير معاه اجي دوز اتاكون دابا كون انت ويلي دابا رجعوا دابا انت لما هم ناس قالك عرجع اللعب انا ملي كنشوف ولكن تبدلات الكره فريمون تبدلات فريمون تلعبوا ولاو على حساب الكره اللي لعبنا سعد كل واحد تيضرب على راه ولا الكوليكتيف ولا بلوك باه ولا تخدم معايا وتخدم معاك فهمتيني نسدو اما شحال هذه تلقى اتاكون هاتي يقول لك اخويا دبر راسك انا اعطاكم فهمتيني انت ديفونسور اخويا كل واحد شاط لا زون ديالو الوحيد اللي ما عندوش مشكل هو سعيد كيدير الطواف وسعيد راه كان تيخدم على بنادم سعيد والله العظيم
منه وتي خدمه تيقول لها سيدي هزي هذا انا معاك سيدي ورا المدرب ما باش التلفزه مشى عنده قال لك قيس البالون قيس البالون صافي حنا بغينا نمشي عند المعلق قال لي سي صادق نمشي عند تحيه لهم كامل تحيه لكاع الزملاء ديالنا تحيه اللاعبين شو علاقتك اليوم بالوداد انت ودادي انا ودادي من الصغر ولا من ما غنساش الخير ديال الوداد لا من غير الخير واش من الصغر فاش صغير كنتي ودادي ولا رجاوي لا زي الوداد بلا ما تك لا لا والله العظيم زي الوداد امشي بحال رجاوي الرجاء الرجاء كانت تعجبني ما التيكيت هكا واحد الوقيته ديال التيكيت تفرج دابا الرجاء واحد الوقيته تدخل تتفرج الا ما لعبتش كوريك عاونك واخا تربح واخا تربح هما تيبغيو هما وناتشو ديك الكلوب معروف عليه خصو تلعب الكره عقلية راه كبر في الكره هو كبر في الرجاء ولكن انت السيلك ديال الوداد فهمتيني انا انتماء الوداد انا انتماء الوداد ولكن قلت لك كو الرجاء تستجمل الكره ديالك الكره ديالك من زمان راه صحيح والله والله ما كنتش زعما تحك زعما تلعب وتكسر وتفرج في الجمهور اي بس مشكله واخا تربح ما راضيينش عليك هو باغي الاداء عاد النتيجه واش فهمتي ابو وحده ما لا هو صراحه شوف صراحه انا تعرف بها زعما ماشي راه سعيد راه يعرف شنو باقي يوسف متبع الوداد كتفرج بيان سور نتفرج كي جاتك الفريق الحالي ديال الوداد وشوف بلي عندهم شي هودة شويه فريمون كانت شوت فين كيبان لك المشكله يوسف واش في اللاعبين في التسيير في المدرب صعيب تعرف المشكل وانت بعيد فهمتيني اش بغيت نوصل لك تاخذ غير انت بعيد على سميتو صعيب تعرف المشكل فين كاين فهمتيني غير هو انت تتفرج غير في الماتش غير في لي جوور يعني تيهمك غير لي جوور تشوف انت غير فهمتيني يمكن نقص شويه الروندمون ديال اللعابه كثرت الماتشات واقيله ولا سميتو ياك هادشي اللي بان لي قاعد اللعيبه ديال اش بان لك لا ما شوف كما قال يوسف كما قال يوسف فهمتي تفرج وما عاش معنا دوك الماتشات اللي عشنا معاهم اللي هضرنا عليهم وداك الشيء الخلاصه اخويا نبيل الله يلقاو نضرو على الوداد هو في الميركاتو صوب اللعابه في الميركاتو من بعد هذا الميركاتو غادي نشوف شكون اللي جا وشكون اللي غادي يمشي وديك الساعه يمكننا نهضروا عليها شكون اللي انا ما واخويا سعيد راه اخويا سعيد الا جينا نهضروا دابا على حساب الخرجه الاخيره ديال الرئيس الوداد الرياضي مع الزملاء ديالنا في قناه شوف تيفي راه نفس الخرجات اللي كان سبق ما جبت شي حاجه جديده على ما اظن واش نقول لك يعني انا جيتي لا الا جينا الا جيتي الا جيتي شوف لا راه قال لك سمعت غادي يدير انتدابات لا راه مشكله راه دابا كيقول لك انتدابات وكيجي عاوتاني كيقول لك انا في نظري زعما كنحتارم سعيد نصري دار باركور كبير مي كل خرجه بحال كيجي كيدوي غير يبغي يبين للجمهور على الحجم ديال الصعوبات اللي كاينه في الوداد صح ما يمكنش راه ما كاينينش هادشي حنا دوك الصعوبات عارفينهم ولكن انت كرئيس فريق الوداد خصك تخرج الفرقه من ديك الصعوبات لانك انت هو الرئيس انت هو الرئيس انا ملي كتخرج وكتقول لي ولا حنا راه دينا داك العام دينا 2 مليار ولكن 2 مليار خصنا طيارات سي دبر على سبونسور وديروا هذا كاين بزاف ديال الحوايج داك الاحتكار اما باش كل مره تجي غات تبين للجمهور راني هاز درجه انت هاز تقول وراه خصك تهزو انت رئيس الوداد بيان سور راه خاصك تهز تقول شنو تجي ما تلقى ما يدار في الوداد تلقى كلشي مزيان لا ممكنش الدور ديال الرئيس خصو يهز تقول فوالا تقول ديال المدرسه تقول ديال انك تجيب فلوس للفرقه تقول ديال انك تجيب لاعبين تقول ديال تعرف الناس اللي تتعامل معاهم وتقول ديال واحد ولا بغيتي تحيد عليك تقول كاينه واحد اللعيبه دابا الجمهور علاش كيوجه دائما اللوم لسعيد النصير كيمشي لسعيد سعيد 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 حيت ما كاينش مدير رياضي ياك ما كايناش اداره تقنيه ما كاينينش بزاف ديال المناصب فريق الوداد الرياضي اما من غنجيب انا نجيب يوسف ترابي انت مدير رياضي سعيد مدرب هنا نبيل انت هنايا اخويا ها هو نتوما اللي بغيتوا هاد المناصب ياك ها هو تحملوا هو يتحمل المسؤوليه اما من ما كيكونش هادشي كامل راه سي نورمال غناخذ الدق انا اذا خاصك تحمل مازال الموضوع طويل مازال نهضروا فيه في الحلقات الجايه خويا مسخيناش اخويا ترابي والله الا خويا لا يوسف عنده رونديفو مهم الدراري ما تسجلوش كنت كتكتب في التليفون اخويا عمي تسجلوش كنت كتشوف واحد دار بكل مونطو ما عندوش رونديفو المعلم اه دار بكل مونطو ماشي دار بتقشير هذا لا لا مهيب هذاك هو كان اه دار هو وافي شويه رونديفو الاهم لا لا رونديفو الاهم وانا كنسمع عليه عرفتي واحد اللعيبه بليزير زعما
تواصلنا جمع الناس اللي شي بغيونا اللي شي بغيونا وانت اللي ما شي بغيونا انت هما تحيه ليهم راك عارف الكره كاين اللي يبغيك كاين اللي ما يبغيكش راه كاين تواصلوا انا نفكر في واحد الطريف نفكر عجي التريكو اللي كان ضارب نبي ايه بحال ديك التقشيره جاكا والله يلا جاكا ديال خونا الله يضرب يا خير ديال من ديال لا ديال محمد ديال خونا ديال واو وصلنا للختام اش البوكوس اش دوي معنا مستقبل كرة القدم الوطنية الأيسر والأيمن وريح مالك دوي ايان عطينا الشعار ديالنا عشان اش عاد لك بحال هكا باش ملي تكبر تولي العاود نفكرك في هذا دوي لا لا غادي يدوز غادي قول لهم يوسف التراب يا سلام ايان فتاح قول بابا ترابي فكروني واخا انا بالفكره طبوزي ترابي يا سلام الله يحضرك اخويا سعيد هذا الفريده ياك الفريده هالاند خويا والله جا دابا فين وصلتي وداد ولا رجاوي ودادي دابا هو فهمتيني وبغي يدير بحال البو فهمتيني جبد لاستيك من دابا هادو منو يلعب هنا ويلعب هنا قبيله جاي في الطوموبيل والله هو يقول لسعيد قال لي بابا قال لي راه البارح شفت واحد الماتش ديالك تفرجت فيه لقيته في الانترنت لا شي واحد يلبس بحال قال لك تي لابس قال لي راه كنت كنلعب في ليفار كيلبسوا لك حاله وانا نقول له كي جاك باك ويدير فيه بحال كلي شويه هو يكون احسن مني احسن ايوا اخويا لا تبارك الله والله الا عنده واحد الضريبه تبارك الله انا الشوك بلا والله الا عنده واحد والله الا الشوك شوف قلت له والله تيلعب كره غير يلعب شوف والله راه الدرب عرفتو غير يلعب والله تيلعب والله تيلعب ان شاء الله ذلك الشبلو اش يقول ذاك الشبلو بداك الفتاه الله يخليه لك اخويا يا والله يخلي كاع الوليدات المسلمين كاملين رونديفو اخويا رونديفو شيف اخويا نبي رونديفو يلا اخويا الله يتوقيت شويه يلا خويا سعيد شكرا شكرا خويا نبيل شكرا خويا طارق خويا يوسف نار كبير هذا وجيت عندنا وشفناك نتمنى لك حياه مستقره مع العائله ديالك الله يسر لك اخويا شكرا طارق خويا شكرا نبيل شكرا سعيد خويا ايان I love you اختار لي على اي لاي خويا يوسف شكرا بزاف على قبول الدعوه ديالك وان شاء الله نشوفك ان شاء الله بعد ما صار الكره ونشوفك مدرب ناجح باذن الله الله يربي شكرا ابو يوسف الله يحفظك شكرا بزاف اخويا جيتي عندنا وان شاء الله نشوفك مدرب ان شاء الله عرفتي كتخيك مدرب اللي ما غايدير شي اما تكون اما تكونش اما يكونش تدخل يزرع عليك اما يكونش كيلبس جاكا قلت لك وقف هنا لا 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 يقول لك قلت لك وقف هنا قلت لك وقف شكرا اخويا بزاف على الحضور ديالك اخويا وقبول الدعوه شكرا اخي نبيل شكرا اخي سعيد شكرا اخي طريق زعما حصل لي الشرف انكم استضفتونا نهار كبير هذا وشكركم و بون شونس ليكم الله يحفظك في الحياه العمليه الله يقوم الله يسهل عليكم ونهار كبير هذا الله يحفظك شكرا الله يحفظك شكرا بزاف شكرا لكم مشاهدينا نسيناكم لا واحد لا يبرنا بي راه نصلبوا لا تاهي نسيناها ناري 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 يلا بالك البور هذا راه في كل باش يبان بيض نساها باش يبان بيض هو في غبارك سير زيد شكرا لكم مشاهدينا نتلاقاو في الحلقه الجايه ايا نقول لهم تشاو قول لهم تشاو سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرون يا سلام طارق نفتي يا سلام بودكاست فتسين انتهى الكلام